صح تمام، ممكن باشمهندس احمد راضي، احنا طبعا النهارده ايه هنحاول نلم ماده الكترونكس، لان احنا طبعا معظمنا ضايعين فيها. هنحاول بس قبل ما نبدا بس في الماده، احنا طبعا ماده الكترونكس ده الجزء الخاص بالهاردوير اللي بندرسه في الكليه. احنا طبعا كل موادنا لها علاقه مثلا بالكمبيوتر وكده، فبالنسبه لنا احنا بندرس جزئين، سوفت وير وهاردوير. سوفت وير ماده البرمجه اللي بندخل منها السنه دي جافا، وهاردوير الكترونكس وسيركت. المايك يا جماعة، المايك. بالنسبة بقى لجزء الهاردوير اللي هو الالكترونكس والسيركت، الفكرة أصلا في إيه؟ إن الكمبيوتر أيا كان وأي الكترونيك ديفايس عموما ما بتعملش غير بلغة واحدة بس، اللي هي لغة إيه؟ لغة الكهرباء. فاللي هو مثلا الفكرة إن أنا أديله إشارة أو أمنع عنه الإشارة. كل إشارة تمام، كل إشارة ليها معنى معين على حسب اللي بندرسه طبعا. فبالنسبة لنا احنا نبدأ بالبداية خالص عادي، في مثلا الأتوم بروبرتي، خصائص الذرة العادية اللي هي أساس كل حاجة، أيا كان مثلا الماتيريال المستخدمة اللي موجودة في أي ديفايس، مثلا سواء الرام أو الميموري أو أي حاجة، كلها طبعا متكونه من ذرات. فاحنا بندرس الذره، نوع الذره، يعني انهي ذره هنستخدمها في بناء مثلا الماتيريال اللي هنستخدمها في الكمبيوتر، وليه، وخصائصها، وهتتصرف ازاي، وتتعامل ازاي، الحاجات دي كلها اللي هنبدا ندرس بيها ماده الالكترونكس. تمام، فاحنا طبعا عارفين ان اي ذره دي فيزيكس عاديه معروفه، ان الذره مثلا بتتكون من نواه عادي و انرجي ليفل، مستوى الطاقه حواليها. تمام، طبعا كل مستوى طاقه بيبقى له طاقه معينه مختلفه عن اللي بعده، كل ما الطاقه تعلى، كل ما مستوى الطاقه يبقى، كل ما الالكترون يبعد عن ايه، عن النواه. تمام، كل ما بعدنا كل ما الطاقه زادت. تمام، طبعا عندنا المواد، احنا المواد عندنا عموما ثلاثه، في ايسوليترز وكوندكتورز وسيمي كوندكتورز. الفرق اصلا بين الماتيريالز ان احنا قسمناها على نوع ايسوليترز وكوندكتورز وسيمي كوندكتورز على حسب التوصيليه عموما. في البدايه مثلا اصلا احنا عارفين طبعا ان الكهرباء الالكتريستي عباره عن الكترونات بتتحرك. الالكترونات بتتحرك سواء بقى من القطب السالب للقطب الموجب او ايا كان طريقها، فحركه الالكترونات دي هي دي الالكتريستي. فبالنسبه لنا احنا بنقسم المواد على حسب قدره الالكترونات انها تتحرك خلالها. في مواد مثلا بالالكترونات تتحرك بكل سهوله، ما بتواجهش اي موانع، ما فيش اي مشكله، فدول اسمهم كوندكتورز، مواصفات. تمام، في ايسوليترز، عوازل، اللي هو المواد مهما بديها شحنات، بديها طاقه اصلا ما بيحصلش حاجه. وفي سيمي كوندكتورز، اشباه موصلات. ليه بقى، ليه الفرق ده موجود؟ يعني ليه في مواد بتوصل، في مواد ما بتوصلش؟ ليه المواد كلها مش حاجه واحده؟ ليه المواد كلها مش اسطمبه واحده؟ ليه المواد بتختلف عن بعضها، دي حاجه ودي حاجه؟ السبب ده ان اصلا الكهرباء عموما، يعني مثلا لما نحط مثلا شحنه كهربائيه، الكهرباء عباره عن ايه؟ عن شغل مبذول، طاقه بندفع مثلا الالكترون بحيث ان هو يتحرك من مكان لمكان تاني. تمام، اللي بيتحرك اصلا مش الالكترونات اللي انا دفعتها، الالكترونات الموصل نفسه. يعني مثلا لو معايا سلك نحاس، اللي ماشي في السلك الكترونات النحاس، مش الكترونات المصدر، مش الكترونات البطاريه، لا، الكترونات النحاس نفسه. فبالتالي الماده مثلا لو ما كانتش نحاس، كانت بلاستيك مثلا، ما فيش فري الكترونز، ما فيش الكترونات حره. فبالتالي مهما ادفع، مهما ادي شغل، مهما ابذل شغل، مهما ادي طاقه، الطاقه دي مش كفايه ان الالكترونات دي تتحرك في الموصل. فبالتالي ما فيش كهرباء بتتحرك، ما فيش الكترونات بتتحرك، فبالتالي ما فيش كهرباء، فبيبقى اسمه ايسوليتور. السيمي كوندكتور، لا، على حسب بعض. يعني مثلا الفرق اصلا ان الكوندكتورز والايسوليترز، الكوندكتورز مثلا مستوى الطاقه الاخير بيكون في مثلا واحد او اثنين او ثلاثه الكترون، فبالتالي اقل طاقه عاديه كفيله انها الالكترونات دي تبقى فري الكترون تطلع وتسيب الذره وبالتالي تتحرك، يبقى الموصل ده بقى اسمه كوندكتور كده، وبقى بيوصل تيار عالي. تمام، احنا طبعا هنا في الالكترونكس هندرس السيمي كوندكتورز، هي اللي هنركز عليها، وده لاسباب كتير. اول حاجه بقى نبدا نشوفها في السيمي كوندكتورز، انرجي ليفلز والانرجي بانز. احنا قلنا من شويه مستويات الطاقه موجوده في كل ذره عادي، في النيوكلس عادي النواه، وفي حواليها مستويات طاقه. تمام، المستوى الاول وثاني وثالث ورابع لحد السابع عادي. تمام، ما بين كل مستوى ومستوى، ما بين كل مستوى ومستوى، في فرق في طاقه، في فرق في الطاقه. يعني الالكترون اللي في المستوى ده له طاقه مختلفه عن الالكترون في المستوى ده. تمام، والالكترون ده طاقته اعلى من ده.
تمام. فبالتالي الالكترون ده مثلا عشان ينتقل من مستوى لمستوى تاني لازم ياخد الطاقة الكافية ان هو يتحرك وينتقل للمرحلة دي. بالنسبة لنا مثلا هنبدأ ندرس هنا الانرجي ليفلز في الثلاثة، في الايسوليترز والسيمي كوندكتورز والكوندكتورز. اول حاجة مثلا عندنا الفالانس باند والكوندكشن باند. ايه الفالانس باند ده؟ ده اللي هو الغلاف الاخير، المدار الاخير اللي هي الالكترونات التكافؤ. في السيمي كوندكتورز مثلا بيكونوا اربعه، تمام، في السيمي كوندكتورز بيكونوا اربعه. فبالتالي انا بدرس بشوف الطاقه اللي انا لازم اديها لالكترون التكافؤ عشان يطلع بره الذره ويبقى فري الكترون، عشان يطلع ويبقى فري الكترون، تمام. عايز اشوف الطاقه دي مقدارها قد ايه، نشوفها في الكوندكتورز الاول وبعد كده السيمي كوندكتورز والايسوليترز. في الكوندكتورز بيقول لي في حاجه اسمها اوفرلاب. اوفرلاب يعني ايه؟ يعني التحام، يعني اصلا من غير مد طاقه، من غير مد طاقه عادي بادنى طاقه الالكترونات بتطلع من مستوى الطاقه وتبقى فري الكترون. كونه فري الكترون يعني معنى كانه بيوصل كهرباء. احنا الفكره كلها ان احنا عيزين الالكترونات تتحرك. ما هو التيار الكهربي عباره عن ايه؟ تدفق من الشحنات الكهربيه. الشحنات الكهربيه مين؟ هي الالكترونات، تمام. فانا عايز الالكترونات تتحرك بس، تمام. فانا بديها طاقه، بعمل لها بوش بحيث انها تقدر تتحرك من وتبقى فري الكترون، تتحرك في الموصل. حركتها في الموصل دي هي هو التيار الكهربي، تمام. فبالنسبه مثلا للكوندكتورز زي مثلا النحاس، زي الالومنيوم، الحديد، ايا كان، ده باقل طاقه الالكترونات بتطلع من الفالانس باند وتوصل للكوندكشن باند. في بينهم اصلا اوفرلاب، في بينهم التحام، جزء من دي في جزء من دي اصلا، تمام. في الايسوليترز بقى نشوف الانرجي جاب، فرق طاقه كبير جدا، يعني لازم اديها طاقه عاليه، طاقه عاليه. على فكره اي ماده في الدنيا ممكن توصل كهرباء بس على حسب الطاقه اللي انت هتديها لها. يعني الخشب ممكن يوصل كهرباء بس انت هتضطر انك تدي له طاقه ممكن توصل ل 10000 كيلو فولت، 10000 فولت. فالموضوع هيبقى صعب ويبقى مكلف وتعب في الفاضي. فدي مثلا الايسوليترز الانرجي جاب او الطاقه الكافيه انها تخلي الالكترونز تتحرك من مستوى الطاقه الفالانس باند اللي هو الكترون من مستوى التكافؤ للكوندكشن باند انها تبقى فري الكترونز وتوصل التيار الكهربي، كبيره جدا لازم يكون عندها انرجي عاليه. السيمي كوندكتورز بقى اللي احنا بندرسها ومهتمين بيها اكتر في الشابتر ده، الفالانس باند الانرجي جاب بتاعها وسط، يعني نوعا ما موجود بس مش كبير زي الايسوليترز ومش يكاد يكون معدوم بالنسبه للكوندكتورز، تمام. نبدا نشوف ده بقى حاجه السيمي كوندكتورز عموما. السيمي كوندكتورز طبعا ما فيش حاجه اسمها السيمي كوندكتور اتمي، يعني ما فيش ذره بتبقى لوحدها كده منعزله ودي اسمها سيمي كوندكتور. لا، السيمي كوندكتورز دايما بيكونوا موجودين مع بعض كفي شكل كريستاله، ذرات كتير مع بعضها بتكون لما بتتكون بيتكونوا مع بعض ويدونا شكل كريستاله كبير ويكون له خصائص معينه بقى، تمام. في مثلا سيمي كوندكتورز ار كريستال ماتيريالز ذات ار كاركترايزد باي سبيسيفيك انرجي باندز فور الكترونز. يعني ايه بقى الكلام ده؟ احنا قلنا من شويه ان كل ذره ليها انرجي ليفل، لا مستوى طاقه معين، اهو ذره زي دي بس، تمام. ذرات كتير بقى، لما يكون في ذرات كتير كل ذره منهم لها مستوى طاقه خاصه بيها وكلهم من نفس النوع، فبيحصل تلاحم، بيحصل اوفر لابنج بين مستويات الطاقه دي كلها وبعضها، فبتكون حاجه اسمها الباند، كوندكشن باند. بدل ما هي انرجي ليفل بقى انرجي باند، تمام كده. فانا عندي هنا مثلا في كوندكشن باند اللي انا عايز اوصل لها عشان يبقى عندي فري الكترونز اللي فيها الفري الكترونز، في الفالانس باند اللي هو الكترونات التكافؤ اللي كل تركيزي عليها، اللي انا هخلي الالكترونات اللي هنا اللي في الفالانس باند توصل للكوندكشن باند، ده المطلوب، ده انا اخلي دول فري الكترونز واتعامل معاهم عادي. في سكند باند، في فيرست باند. الباند اتكون ليه؟ بسبب الكريستاله عباره عن ذرات كتير، كل ذره منهم لها مستويات طاقه، فحصل دمج ما بين مستويات الطاقه دي وبعضها كونت لي باندز بدل ما كانت انرجي ليفلز بس، تمام. ودي حاجه مهمه قوي تكون فاهمها. السيمي كوندكتورز طبعا هم كل الذرات اللي مستوى الطاقه الاخير فيها اربع الكترونات، سواء بقى الكربون، السيليكون، جرمانيوم، ايا كان، اي ذره فيها اربع الكترونات في مستوى الطاقه الاخير ده سيمي كوندكتور، تمام. احنا هندرس منهم طبعا، هنركز على السيليكون والجرمانيوم. السيليكون 14 وجرمانيوم 32، التوزيع باين عادي مفيش فيه اي مشكله. هنلاحظ بس حاجه، طبعا نفس مستوى الطاقه الاخير فيه نفس عدد الالكترونات، تمام، بس الفرق ما بينهم اللي هيفرق معانا بعدين قوي مستوى الطاقه الاخير ده مستوى كام. يعني مثلا في السيليكون المستوى الثالث هو المستوى التكافؤ، طب في الجرمانيوم المستوى الرابع هو مستوى التكافؤ، تمام. دي هيفرق معانا في ايه وهيأثر في ايه في الماتيريال نفسها. اول حاجه احنا طبعا عارفين ان النواه بيحصل فيه تجاذب ما بين الالكترون والنواه عادي،
كل الكترون بيدور حوالينا في قوه طرد مركزي وفي تجاذب كهربي ما بينهم هما الاثنين. تمام، كل ما بنبعد كل ما التجاذب بيقل، كل ما التجاذب بيقل. تمام، فبالتالي في السيليكون الكترونات التكافؤ اقرب للنواه من الجرمانيوم، فعشان كده لازم ادي طاقه اعلى للسيليكون عشان اطلع الكترونات وتبقى فري الكترون. فبالتالي الجرمانيوم بيتاثر بسرعه، الجرمانيوم باقل طاقه الالكترونات اللي فيه بتنتقل من الكوندكشن باند وتوصل للايه، من الفالنس باند تبقى الكوندكشن باند. تمام، فدي تعتبر ميزه وعيب ايا كان. يعني مثلا الجرمانيوم هيبقى حساس الحراره، ما الحراره ده ايه، هي طاقه، فبالتالي اي تغيير في درجات الحراره لو مثلا الماتيريال مصنوعه من الجرمانيوم، اللي هيحصل بس اللي هيتسبب في ده هيتسبب في ان الالكترونات هتطلع من الفالنس باند للكوندكشن باند بسرعه، ودي حاجه طبعا هتاثر على التوصيله بتاعته وعلى الشغل بتاعه وعلى الكفاءه بتاعته. تمام؟ تمام. الكريستاله بقى شكلها بيبقى عامل ازاي؟ يعني الكريستاله اصلا لما بنربط الكريستاله ببعضها تكون ذرات مع بعضها، ترتبط الذرات دي مع بعضها ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان كل الذرات اللي في الدنيا، كل حاجه في الطبيعه بتسعى انها تستقر الاستقرار، تمام؟ اللي هو يبقى عندها 8 الكترونات في المستطق الاخير. تمام؟ احنا عندنا مثلا السيليكون والجرمانيوم والسيمي كوندكتورز عموما عندهم أربعة. طب بيتحدوا ازاي؟ بروابط تساهميه، بحيث ان هم الروابط التساهميه بيشاركوا مع بعض بحيث ان كل واحده منهم توصل للستيبل ستيت، الحاله المستقره بتاعتها. فمثلا في الشكل ده دي ذره سيليكون، ذره سيليكون عندها اربع الكترونات خاصين بيها، اربع الكترونات بتوعها، عملت اربع روابط تساهميه مع اربع ذرات سيليكون ثانيه. تمام؟ ليه؟ علشان كل ذره السيليكون دي بقى عندها كام؟ كان بقى عندها 8 الكترونات بالظبط، فهي كده دلوقتي في الايه؟ في الستيبل ستيت، مفيش اي مشاكل عندها. تمام، ده بالنسبه ازاي الترابط بيحصل ما بين في الكريستاله ما بين ذرات سيليكون. والجرمانيوم نفس الكلام، هو نفس برضه اربع الكترونات في المستطق الاخير بنفس الشكل بنفس الطريقه. اهو ده مثلا، اهو ده شكل بيوضح اكتر الكريستاله عامله ازاي. تمام، بقى التيار بقى في السيمي كوندكتور. احنا طبعا احنا قلنا اهم حاجه بالنسبه لنا، كل حاجه بالنسبه لنا الكهرباء، التيار الكهربي، التيار هيمشي ازاي، هنتعامل مع التيار ازاي، حاله التيار في ان هو يتحرك من ذره لذره او ان هو يمشي في الموصل ازاي، ده اللي انا عايز اوصل له. تمام، فاحنا عارفين ان الكوندكتورز خلاص بتوصل، الايسوليتورز ما بتوصلش، السيم كوندكتورز بتوصل امتى وما بتوصلش امتى وتوصل ازاي اصلا وطريقه التوصيل، كل حاجه هنعرفها بقى دلوقتي، ده اللي احنا جايين نشوفها دلوقتي. في الكارنت السيم كوندكتور احنا قلنا ان في الفالنس باند عادي اللي هو الكترونات التكافؤ اربعه عادي، عشان ده سيم كوندكتور سواء كانت ذره سيليكون او جرمانيوم ما تفرقش، هم اربعه في مستوى الطاقه الاخير. تمام، في اول حاجه في حاجه اسمها حاله افتراضيه بنفترضها اللي هي حاله الزيرو كلفن. تمام، في حاله الزيرو كلفن، في حاله الزيرو كلفن ايه اللي بيحصل؟ احنا قلنا ان الالكترونات هم بتكون موجوده في الفالنس باند، تمام، بديها طاقه عشان تطلع للكوندكشن باند، خلاص دي حاجه احنا متفقين عليها. تمام، طب ما الحراره شكل من اشكال الطاقه، درجة حرارة الغرفة العادية اللي هو مثلا 25 سيليزيوس او 200 او 300 كلفن مثلا، دي درجة دي طاقة موجودة، الطاقة دي كفيلة انها تخلي بعض الكترونات الفالنس باند تطلع وتوصل للكوندكشن باند. تمام؟ بس لحد كده بس نقدر نفهم ده. فبالتالي في الزيرو كلفن، في حالة الزيرو كلفن الالكترونز بزيرو، الالكترونز عادي الالكترونز في الكوندكشن باند، الفري الكترونز بصفر، مفيش ولا فري الكترون. ليه؟ لانه مفيش طاقه، انا فرضت ان الحاله دي موجوده مثلا، فبالتالي مفيش اي ثيرمال انرجي، مفيش اي طاقه حراريه، مفيش اي طاقه كفيله انها تخلي الالكترونات طاقتها تعلى وتوصل لطاقه الكوندكشن باند. لو فاكرين مثلا في الرسمه، في الرسمه دي في مثلا في السيمي كوندكتورز في الكترونز موجوده في الفالنس باند عادي، بديها طاقه معينه، الطاقه دي بتكون كفيله انها توصل للكوندكشن باند. تمام، هو نفس الكلام هنا، بس بقى في حاله الزيرو كلفن مفيش طاقه، ما انا ما اديتهاش اي طاقه، مفيش اي طاقه عندها بحيث انها تقدر انها توصل للكوندكشن باند، فبالتالي بتبقى ايه؟ ايسوليتور. يعني السيمي كوندكتور ات زيرو كلفن، ات زيرو كلفن الحاله ات زيرو كلفن بالظبط كانه ايسوليتور، مفيش ولا الكترون في الكوندكشن باند. تمام؟ تمام، ايه اللي بيحصل بقى في درجه الحراره العاديه؟ يعني لما ماشي خلاص ده الحاله الافتراضيه اللي هو لما يكون في زيرو كلفن. طب نفرض بقى، خلينا بقى في الواقعيين، مثلا في درجه حراره الغرفه العاديه السيمي كوندكتور بيتصرف ازاي؟ او مثلا لما اديله طاقه هيتصرف ازاي؟ ده مثلا هو هيت انرجي، مثلا طاقه حراريه انا بديها للالكترون مثلا هنا في الفالنس باند، انا الفالنس باند جاله طاقه حراريه، ايه اللي حصل للالكترون؟ عمل جامب، عمل جامب يعني ايه؟ طاقته بقت اعلى، ما هو احنا قلنا دي مستويات طاقه، يعني ايه مستوى طاقه اصلا؟ مستوى طاقه يعني ليفل معين من الطاقه، يعني الالكترونات اللي هنا
عندها مثلا كميه معينه من الطاقه، لها طاقه معينه، كل الالكترونات اللي في البند دي ليهم نفس الطاقه، تمام كده؟ فبالتالي مثلا دول الكترونات، مجموعه من الالكترونات مثلا ليهم طاقه معينه، دول مجموعه من الالكترونات ليهم طاقه معينه، ودول طاقتهم اعلى من دول. انت في نفس الفكره كده. فبالتالي لما مثلا لو الكترون من هنا جاله طاقه من بره، جاله طاقه خارجيه، جاله ثيرمال انرجي بقى، طاقه شغل مبذول، تجاذب كهربي، ايا كان الطاقه او ايا كان شكلها، لما بيجي له طاقه من مصدر خارجي ايه اللي بيحصل؟ بيتحرك من الليفل بتاعه لليفل اعلى، لان يعني طاقته بقت اعلى من الليفل اللي هو موجود فيه. يعني مثلا الالكترون ده طاقته بقت اعلى من طاقه الفالنس باند، فاتحرك وبقى وصل فين؟ للكوندكشن باند. تمام؟ كون وصل للكوندكشن باند يعني بقى فري الكترون. يعني ايه فري الكترون؟ يعني طلع بره نطاق الذره، يعني الذره يعني قوه التجاذب بينه وبين النواه بقت معدومه، بقى خلاص اللي هو بقى كوندكشن باند، فري الكترون بيتحرك عادي. وهو ده احنا قلنا طبعا ان الكهرباء عباره عن ايه؟ فري الكترونز بتتحرك، بتتحرك في الكوندكتور ايا كان. تمام؟ فبالتالي هنا مثلا بالنسبه لنا لما خد طاقه وصل للكوندكشن باند بقى كده في كهرباء، بقى في كهرباء ماشيه عادي والدنيا مفيش فيها اي مشاكل. تمام؟ خد طاقه وطلع فعلا من الفالنس باند ووصل للكوندكشن باند وبقى فري الكترون، بيسيب مكانه هون. احنا عندنا مثلا قبل كده كنا بناخد في الكيمياء مثلا ان لما الالكترون، لما الذره بتفقد الالكترون بتتحول لايون سالب، بتتحول لايون موجب. تمام؟ هنا برضو نفس الكلام، هو مشي وساب مكانه هون. هول ده مثلا، فبالتالي الالكترون مثلا لو سالب فالهون موجبه. موجبه يعني ده رمز احنا بنرمز له ان هنا كان في الكترون وطلع. تمام؟ ان هنا المكان ده محتاج الكترون عشان الذره تستقر. ما هو لما طلع الذره ما بقتش مستقره، بقى في مثلا كان مثلا كانوا 8 بقوا 7 بس، في الكترون منهم بقى فري الكترون. تمام كده؟ يعني الالكترون ده اللي بيحصل له، طبعا الالكترون ده فيه مشكله، هي ان هو ماشي عادي هيفقد طاقه. ما هو كل حاجه في الدنيا الالكترون ده مثلا هو هيتحرك، ما هو بيتحرك بالكوندكشن باند، احنا قلنا ان هو لما بيوصل للكوندكشن باند بيفضل يتحرك، ما هو الحركه دي بتبذل طاقه. تمام؟ فبعد كده، بعد كده بعدها بفتره، الطاقه الزياده اللي كان واخدها، الطاقه الزياده اللي كان واخدها من الهيت انرجي او الثيرمال انرجي المصدر الخارجي هيفقدها، ما هو في الحركه بيستخدمها في طاقه حركيه. تمام؟ بحيث ان هو يقدر يتحرك بيها، وهو بيتحرك بيها بعد فتره لما يوصل مثلا هنا مثلا، ده افتراض طبعا، الطاقه الزياده اللي هو خدها خلاص فقدها، ما بقتش موجوده عنده. فايه اللي بيحصل له؟ مستوى الطاقه بتاعته بقت اقل من المستوى اللي هو فيه، فبالتالي بينزل تاني لمستوى اقل، بينزل تاني للفالنس باند. تمام؟ بينزل تاني بيلاقي هول، هول موجوده من الكترون تاني. ما هو الهيت انرجي مش مدخل مثلا ثيرمال انرجي واحد، لا احنا مدخلين طاقه حراريه كبيره جدا من مصادر، من مكان، من اكتر من مكان، من كل حته، فبالتالي في اكتر من الكترون طلع. تمام؟ فبالتالي الالكترون ده بيجي بعد ما بيفقد الطاقه بتاعته، ايه اللي بيحصل له؟ بيقع تاني في الفالنس باند، في المكان الاصلي، مكان الكترون تاني خالص، مش نفس المكان بتاعه، مكان تاني، حركه عشوائيه تماما. تمام؟ ده مثلا بيوضح لنا اللي بيحصل عموما. ده مثلا في ثيرمو انرجي اهو، ايه اللي حصل؟ ده الكترون ده جه مثلا هنا، خد طاقه حراريه، طلع بقى فري الكترون وساب مكانه هول. طب الالكترون ده بعد فتره بيجي ينزل في هول ثانيه، طب الكترون ثاني من هول ثانيه هيطلع، وده الكترون ثاني طالع، الالكترون ده مثلا يجي في الهول دي وده في الهول دي، مش بطريقه عشوائيه تماما، طريقه عشوائيه مش منظمه، طريقه عشوائيه، الموضوع مش عشوائي. تمام؟ تمام. حاجه بقى ثانيه، احنا بالنسبه لنا احنا اصلا احنا قلنا التيار مثلا عباره عن ايه؟ عن حركه الالكترونات، الالكترونات بتتحرك، بتفضل تتحرك عادي. تمام؟ اللي عندها جالها طاقه زياده بقى فري الكترون فبيتحرك. فبالتالي احنا بالنسبه لنا اتجاه التيار المفروض يكون اتجاه الالكترونات. بس احنا بنفترض ايه؟ مش الالكترونات بس، الالكترونز والهولز كمان. ما هو لما الالكترون بيتحرك بيسيب مكانه هول. مظبوط؟ الالكترون ده كان هنا مثلا اتحرك وساب مكانه هول، الالكترون ده اتحرك وساب مكانه هول. تمام؟ فحركه الالكترونات عكسها بالظبط في حركه هولز. تمام؟ كان الموضوع بالظبط عامل زي ايه؟ حاجه زي كده مثلا. لو الناس مثلا بتركب مثلا باص ايا كان، ففي الشخص ده مثلا هيركب مثلا الباص ده، تمام، ويسيب مكانه ايه؟ هول. طب الشخص اللي بعده هيجي مكانه، تمام، طب كده كان الهول كانت هنا، فجاه بعد كده بقت الهول بقت هنا، كان الهول بتتحرك، بس اكشوالي الهول ما بتتحركش، مفيش اصلا وجود للهول، في حاجه اسمها حد بيتحرك، في الكترونز بتتحرك. الهولز ده احنا مصطلح اي بنقوله بحيث ان الموضوع يكون اسهل في التعامل. تمام كده؟ وده شكل
بيوضح لنا الموضوع بشكل اكبر عموما اهو. ده مثلا ثيرمو انرجي، دي مثلا كريستاله السيليكون في روابط تساهميه بينهم وبين بعض، ايه اللي حصل؟ في درجه حراره اللي كسرت رابطه من الروابط التساهميه دي، ففي عندي فري الكترون، ده فري الكترون اهو. الفري الكترون ده ساب مكانه ايه؟ هول بوزيتيف اي من مظله برمز الموجب عادي، تمام؟ ده فري الكترون. الفري الكترون ده بيفضل يتحرك لحد ما بيفقد الطاقه الزياده اللي هو خدها، وبعد ما بيفقد الطاقه الزياده اللي هو خدها مثلا بيندمج، بيرجع تاني اللي بيرتبط برابطه تساهميه مع ذره تانيه خالص ما لهاش علاقه بالذره الاصليه اللي هو سابها، تمام؟ زي الشكل ده بالظبط. ده ممكن مثلا سامري اللي احنا قلناه، مثلا الالكترونز في الكوندكشن باند والهولز ان في الفالنس باند. يعني ليه بقى ده؟ الالكترونز دلوقتي الفري الكترونز موجوده فين؟ في الكوندكشن باند. ما هو كونه اصلا وصل، لازم عشان يوصل للكوندكشن باند لازم يكون فري الكترون، لازم يكون خد طاقه كافيه انها تطلعه من الفالنس باند للكوندكشن باند، تمام؟ والكوندكشن ان سيمي كوندكتورز كونسيدر تو بي اذر ذا موفمنت اوف فري الكترونز. تمام، احنا قلنا طبعا الكهرباء عموما او الحركه بتفرق معانا في ايه؟ او التوصيليه، حاجه من الاثنين، يا بتختار يا الالكترونز يا الهولز، والاثنين صح. ما هو ايه الاثنين واحد؟ الاثنين واحد اصلا، يا حركه الالكترونات يا حركه الهولز. يعني مثلا عشان الموضوع يكون ابسط، البطاريه العاديه احنا بنفرض ان دايما التيار اتجاه التيار من الموجب للسالب، بس الحقيقه مش كده، التيار من السالب للموجب. ليه؟ احنا لو كنا فاكرين في ثانوي خدنا حاجه اسمها الاتجاه الفعلي والاتجاه التقليدي. الاتجاه الفعلي اللي هو الحاجه اللي بتحصل فعلا، الالكترونات، الالكترونات بتتحرك. بتتحرك منين؟ من التركيز الاعلى، من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. طب التركيز الاعلى للالكترونات فين؟ في القطب السالب، تمام؟ فبالتالي الالكترونات بتتحرك من القطب السالب للقطب الموجب، تمام؟ طب ما هو عكسها، بيحصل حركه للهولز من القطب الموجب للقطب السالب، تمام؟ لان كل الكترون مثلا بيتحرك بيسيب مكانه هو، بيسيب مكانه هو، بيسيب مكانه هو. فاحنا بنفرض افتراضا ان حركه الهولز في عكس حركه الالكترونز، تمام؟ فاهمين حاجه زي كده؟ فانت تفترض الاتجاه التيار على حسب زي ما انت عايز، بس الاتجاه الفعلي الاكشوال اللي بيحصل في الحقيقه هو حركه ايه؟ الالكترونز، تمام؟ واحنا بنتعامل بالهولز لان الهولز اسهل في التعامل عموما، تمام؟ احنا عندنا بقى طبعا السيمي كوندكتورز، نوع يعني نوع الماتيريال بتاعت السيمي كوندكتورز نوعين، انترنسيك واكسترنسيك. المصطلحين معناه ايه؟ اول مصطلح مثلا انترنسيك يعني بيور، بيور زي اللي احنا بنشرح فيه ده، ده بيور، ده اللي احنا بنشرح فيه من ساعه ده بيور. بيور يعني ايه؟ يعني في سيليكون بس، فيش اي ذره تانية، سيليكون بس. في درجه، في مؤثر خارجي مثلا درجه حراره ايا كان، بس ستيل الكريستاله سيليكون بس، مفيش فيها اي ماده ثانيه، مفيش فيها اي شوائب، مفيش فيها اي حاجه. طب بالنسبه مثلا للبيور الانترنسيك ده، التوصيليه بتاعته، الكوندكتيفيتي بتاعته اخبارها ايه؟ يعني هتكون كويسه، ضعيفه، عامله ازاي؟ هتكون ميته، لانك شوف انت مثلا درجه الحراره، انت شوف في كام رابطه، تمام؟ وعندك كام الكترون، في كام فري الكترون. يعني انت اديت طاقه نوعا ما كبيره شويه، ما هو طاقه مثلا 300 كلفن، طاقه حراريه كبيره شويه، تمام؟ الطاقه دي مثلا طلعت لك مثلا فري الكترون واحد او اثنين او ثلاثه، او عدد قليل، عدد قليل ما يوصلش، يعني تقريبا هيوصل لي، لو وصل لي تيار هيكون بالمايكرو امبير يعني. فبالتالي حاجه زي دي ما تنفعنيش خالص في اي استخدام اصلا في حياتنا العمليه، تمام؟ فاحنا بنلجا لحاجه اسمها الايه؟ الاكسترنسيك. اكسترنسيك يعني مش بيور، بعمل لها دوبنج، بعمل لها تطعيم، بزود عنصر جديد عليها، بحط مثلا الكريستاله بدل ما هي كانت مثلا سيليكون بس، لا احط مثلا احط عليها سيليكون وبورون، سيليكون وايا كان الماده الزياده، تمام؟ وهنعرف دلوقتي الدوبنج وانواع الدوبنج وليه اخترنا الانواع المواد دي اصلا عشان نعمل بها دوبنج، تمام؟ احنا عندنا مثلا بيقول سيمي كوندكت دونت كوندكت كرنت ويل اند ار ليمتد فاليو ان زير انترنسيك ستيت. يعني في الحاله الانترنسيك، في الحاله البيور، تمام، التوصيلات بتاعتها ضعيفه جدا، يعني حاجه تكاد لا تذكر. فبالتالي لازم ان احنا نحسن من الكوندكتيفيتي دي، فبنلجا لحاجه اسمها الدوبنج. احنا قلنا طبعا، احنا قلنا ان السيمي كوندكتورز المواد اللي عندها اربع الكترونات في مستوى الطاقه الاخير زي الكربون، السيليكون، والجرمانيوم، والان كان، تمام؟ فاحنا بنعمل دوبنج بايه؟ بنوع من المواد. المواد مثلا خماسي التكافؤ، ثلاثي التكافؤ، تمام؟ في الجدول الدوري طبعا، الترتيب الجدول الدوري اللي هو مجموعه 3 ايه واربعة ايه وخمسة ايه، ثلاثة ايه واربعة ايه وخمسة ايه. السيمي كوندكتورز في المجموعة اربعة ايه، تمام؟ احنا بنعمل دوبنج بقى بالمجموعات ثلاثة ايه وخمسة ايه اللي قبلها وبعدها. طب اصلا المجموعات دي الفرق في ايه؟ دول مثلا دي مستوى الطاقة الاخير في اربعة الكترون، دول ثلاثة الكترون، وده خمسة الكترون، تمام؟
احنا بنعمل دوبينج، كل دوبينج بنعمله بيأثر في الخصائص طبعا، في الكاركترستكس بتتغير تماما، بيأثر في الكوندكتيفيتي اكيد. انا اصلا بعمل دوبينج عشان اغير الكوندكتيفيتي، احسنها، فنشوف هيحسن ده ازاي وايه اللي هيحصل، ده اللي هنشوفه دلوقتي. اول حاجه مثلا هنشوف الايه، الان تايب سيمي كوندكتور. ايه الان تايب سيمي كوندكتور؟ احنا قلنا احنا بنعمل دوبينج يا بماده خماسيه التكافؤ يا ثلاثيه التكافؤ. لو الماده اللي هنعمل بيها دوبينج كانت خماسيه التكافؤ، خماسيه التكافؤ زي الايه، زي البورون مثلا، زي الفوسفور مثلا، فالماده دي خماسيه التكافؤ، يعني مستوى الطاقه الاخير بتاعها في خمس ذرات، خمس الكترونات، مستوى الطاقه الاخير في خمس الكترونات. فايه اللي بيحصل؟ ذره السيليكون مثلا او الجرمانيوم في اربع الكترونات في مستوى الطاقه الاخير، لما ترتبط بروابط تساهميه مع ماده زي ماده عندها خمس الكترونات، فبالتالي في اربعه هيرتبطوا مع اربعه بروابط تساهميه عادي، هيبقى في فري الكترون. هنا مثلا عمل اربع روابط تساهميه، ده مثلا اهو، ده اللاتيك بتاعت السيليكون، ده الكريستال، ده كجزء من الكريستال، تمام. الذره اللي انا عامل بيها دوبينج دخلت وسطهم كانها واحده منهم، وعملت معاهم روابط تساهميه كانها ذره سيليكون، بتتصرف بالظبط كانها ذره سيليكون، بس في مشكله انها عندها خمس الكترونات في مستوى الطاقه الاخير مش اربعه بس. فبالتالي لما تعمل اربع روابط باربع روابط تساهميه، فبقى عندها خلاص اوريدي انها بقت ستيبل، ففي فري الكترون زياده، فايه اللي بيحصل؟ بتفقده خلاص، ما هو مفيش حاجه اسمها ان مستوى الطاقه يكون فيه اكتر من 8 بس، المستوى ده مش هينفع يكون فيه اكتر من 8، فايه اللي بيحصل؟ الالكترون ده بتفقده وبيتحول لفري الكترون، تمام. ما هو ده اللي انا عايزه. احنا بنوصل طبعا، احنا قلنا ان في الاول وفي الاخر كل اللي بنعمله ده عشان ايه؟ عشان يبقى عندنا فري الكترونز، في عندنا الكترونات حره، لان الالكترونات الحره هي عباره عن ايه؟ الالكترونات الحره هي الالكترستي، انا عايز اوصل الالكترستي، الالكترونات بتتحرك، فبقى اكيد انا عندي بقى عندي فري الكترون. الفري الكترون ده هو اللي هيوصل لي الكهرباء، هو اللي هيحسن لي من الكوندكتيفيتي بتاعتي، تمام. انا كده دلوقتي زودت الكوندكتيفيتي، زودت عدد الفري الكترونز من غير اي طاقه خارجيه، ما زودتش الحراره، ما زودت، ما عملتش مثلا، ما حطيتش بطاريه مصدر خارجي، لا، كل اللي انا عملته ان انا بس عملت دوبينج، الدوبينج في حد ذاته زود لي الفري الكترونز، تمام. فبالتالي الدوبينج لو كان بماده خماسيه تكافؤ، ان تايب، ان تايب يعني نيجاتيف تايب، النوع السالب، النوع السالب ليه؟ لانك انت زودت عدد الالكترونز، تمام، فبالتالي الالكترونات بقت سالب، فالماده دي عدد الالكترونز السالبه فيها كبير، كبير جدا، تمام، فاحنا بنسميها النيجاتيف تايب، النوع السالب، تمام. ده الشكل اهو برضو بيوضح نفس الكلام، ادي الماده الشابه، شوف وسط السيليكون كانها سيليكون بالظبط، تتصرف كانها سيليكون عادي، عملت اربع روابط تساهميه، ده 1 2 3 4، اربع روابط تساهميه مع اربع ذرات سيليكون، اتبقى لها الكترون خامس طبعا ما ينفعش، فايه اللي بيحصل؟ الالكترون ده بيطلع بره النواه، ما بيطلع بره الفالنس باند، تمام، بقى خلاص بقى الكترون حر، فكونه الكترون حر فهو بيتحرك عادي، كونه كده يبقى فيه الكوندكتيفيتي بتاعتي زادت او عدد الفري الكترونز زاد. نبص بقى على البي تايب سيمي كوندكتور. البي تايب ايه اللي بيحصل؟ احنا في البي تايب الموضوع بقى هيختلف، ليه؟ ان انا هعمل دوبنج بماده ثلاثيه التكافؤ، الماده الثلاثيه التكافؤ زي مثلا زي البورون مثلا، لما بنعمل ماده ثلاثيه التكافؤ ايه اللي هيحصل؟ هتتصرف برضه او ماده مثلا زي البورون، حطيتها اتصرفت كانها ذره سيليكون، دخلت وسط الكريستاله كانها سيليكون بالظبط عادي، تمام، وهي عايزه ترتبط باربع روابط تساهميه عشان توصل للايه؟ للحاله الاستيبل. احنا قلنا هدفنا ان احنا نوصل للحاله الاستيبل، الحاله الستاندرد اللي تخلينا ما فيش في اي الحاله المستقره اللي كل الذرات بتسعى عليها، تمام. فذره البورون مثلا بتدخل وسط السيليكون كانها بالظبط ذره عاديه، كانها سيليكون عاديه، وبتعمل اربع روابط تساهميه، ادي الاولى الثانيه الثالثه. في مشكله في الرابعه، انها اصلا عندها ثلاث الكترونات في المستوى الاخير مش اربعه، مش زي السيليكون، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بتسيب هول. يعني ايه هول بقى؟ نرجع بقى لمفهوم الهول اصلا. احنا تمام الكترون، فاهمين الكترون حاجه بتحمل شحنه سالبه، اول مبدئيا مفيش شحنه، حاجه اسمها مفيش حاجه بتحمل شحنه موجبه غير البروتون اللي موجود في النواه، تمام، مفيش حاجه اسمها طبيعه هولز. هولز ده احنا فرض او رمز بنرمز له ان المكان ده محتاج الكترون، محتاج الكترون، فبنرمز له بهول بيحمل بوزيتيف ايون، لان بيحصل تجاذب ما بين السالب والموجب، ما بين البوزيتيف والنيجاتيف، تمام. فانا عشان اقول المكان ده محتاج نيجاتيف، فبدل ما اقول مثلا محتاج نيجاتيف هنا، لا، فبرمز له بالرمز ان دي هول او ده بوزيتيف مثلا، تمام كده الفكره. فهنا بقول فينا هول يعني ايه؟ يعني احنا محتاجين الكترون هنا يا جماعه، محتاجين الكترون هنا عشان نقدر نكمل الاربع روابط التساهميه اللي موجودين ونوصل للحاله الاستيبل اللي احنا عاوزينها، تمام. فايه اللي بيحصل؟ ايه اللي حصل في الوقت ده؟ احنا كده زودنا عدد الهولز،
الهولز بعددها بيزيد، فبالتالي بنسمي النوع ده من الدوبينج البي تايب او البوزيتيف تايب، اللي هو البوزيتيف تايب يعني عموما. تمام. فده حصل امتى؟ لان انا لما عملت دوبينج بماده ثلاثيه الكافه. تمام. ده الفرق بين الان تايب والبي تايب. حاجه بقى مهمه، ده طبعا عشان المسائل بس مش اكتر، اللي هي اكيد في المساله بتيجي ايه بقى الرموز دي ومعناها ايه اصلا ونستخدمها ازاي في المسائل. اول حاجه في الان تايب مثلا ماتيريال، في الان تايب احنا قلنا احنا عملنا دوبينج بماده خماسيه التكافؤ، ايه اللي حصل؟ نتج عن ده ايه؟ ان عدد الالكترونات بقى كبير جدا، اكبر من عدد الهولز. في واحد ممكن يسالني سؤال اللي هو ايه؟ اكبر ليه اصلا في هولز؟ ما هو احنا يعني احنا عملنا دوبينج بماده خماسيه التكافؤ، كان عندها خمسه ارتبطت باربعه وفي واحد طلع. تمام. الواحد ده ما سابش هول، ما فيش مكان اصلا هول. يعني مثلا لو شفته هنا، هل ده ساب مكان هول؟ ما سابش مكان هول، هو بس كل اللي عمل ان هو بقى فري الكترون اتحرك، فبالتالي ما سابش مكان هول. تمام. ليه في هولز اصلا موجوده في السيمي كوندكتور اللي من نوع ان تايب؟ اقول لك بسبب صغير قوي، ان في درجه حراره، في ثيرمو، ان في ثيرمو انرجي، في طاقه حراريه، مش في روابط تساهميه تانية. فاكر في الانترنسيك احنا قلنا في الانترنسيك في درجه حراره العاديه بتاعت الغرفه بتكسر روابط تساهميه وبيطلع الكترون ويسيب مكانه هون. تمام. تمام ماشي. طب ما هو ده ما اتغيرش، ما هو الماده قبل ما اعمل بيها دوبنج كانت انترنسيك، قبل ما ازود عليها مثلا ماده، سواء كانت الماده دي ماده ثلاثيه او خماسيه او ايا كان، ما كانت في الاول بيور، في الاول كان عندها فري الكترونز وعندها برضه هولز قبل ما اعمل اي حاجه. اللي انا بعمله ان انا بزود عدد سواء الالكترونز او الهولز. ففي الان تايب البي نوت موجوده، اللي هو البوزيتيف عدد الشحنات الموجبه موجود من بدري بسبب الطاقه الحراريه اللي موجوده في الغرفه مثلا. ايه اللي حصل؟ الان نوت عددها زاد. ليه عددها زاد؟ بسبب المواد اللي انا بزودها. يعني انا مثلا زودت مثلا 1000 ذره مثلا خماسيه تكافؤ، فبقى عندي 1000 فري الكترون موجودين زياده. طب البي نوت كانوا مثلا موجودين زي ما هم، لا عددهم 50 ففضلوا 50، وكان مثلا في الاول يعني مثلا ببساطه في الانترنسيك مثلا كان عندي 50 فري الكترون و50 هول. تمام. عملت دوبنج ب 1000 ذره خماسيه تكافؤ، فايه اللي حصل؟ لسه عندي 50 هول زي ما هم، بس بقى عندي 1050 فري الكترون. تمام كده. فبالتالي الان نوت اكبر بكتير من البي نوت، عدد الشحنات السالبه بقى اكبر بكتير من عدد الشحنات الايه الموجبه، على عكس مثلا في الانترنسيك كانوا بيساووا بعض، الان نوت كانت بتساوي البي نوت، كل الكترون بيمشي بيسيب مكان هول، فطبيعي كانوا بيساووا بعض. تمام كده. في الان تايم الموضوع بقى الان نوت اكبر بكتير من البي نوت. تمام. الان نوت تقريبا الان دي ليه بقى؟ لان مثلا في حاجه طبعا في سبب هو مش عندنا مثلا، اللي هو ايه؟ ان انت لما بتعمل دوبنج بماده يعني ايا كان ماده خماسيه تكافؤ، لما بتعمل لها دوبنج في ماده بيور بيطلع عدد كبير جدا من الالكترونات. يعني مجرد لو سويت نسبه مثلا نص في المية، نص في المية دوبنج يعني حاجه لا تذكر، بيتخلى عندك الكوندكتيفيتي ممكن تزيد بنسبه 500% و600%. تمام. فحاجه زي كده خلى تقريبا عدد الالكترونات اللي جايه من الطاقه الحراريه، عدد الالكترونات اللي موجوده اصلا قبل الدوبنج قليل يكاد لا يذكر. فبنقول ان عدد الالكترونات الكلي تقريبا بتساوي ان دي. ان دي ده اختصار لان دونر. ان دون ايه؟ ان دونر ده احنا عندنا في الان تايب، احنا قلنا في الان تايب ان احنا بنعمل دوبنج بماده خماسيه تكافؤ عادي. تمام. الماده اللي بعمل بيها الدوبنج دي بسميها الدونر، يعني الماده اللي بتعطي بتوهب، ادتني الكترون جيفن، انا بقى معايا كانش معايا حاجه او ما اديتهاش حاجه، هي ادتني الكترون. تمام. فبنسميها برمز ان دونر. تمام. فكده الان نوت عدد الالكترونات الكلي تقريبا عدد الشوائب. تمام. من نوع الخماسي التكافؤ. تمام لحد كده. تمام. في بقى طبعا احنا طب نرجع بقى حاجه ثانيه في الانترنسيك مثلا، مش قلنا ان الان نوت بيساوي البي نوت في الانترنسيك في الحاله البيور قبل ما اعمل اي دور، كان عدد الالكترونات بتساوي عدد الهولز. تمام. بيساوي حاجه اسمها الان اي. ان اي ده يعني عدد الشحنات عموما، ما علينا بقى بموجبه ولا بسالبه، بعدد الشحنات. تمام. يبقى الان نوت كانت بتساوي البي نوت كانت بتساوي الان اي. تمام. فلو مثلا ان يبقى الان اي تربيع بتساوي ان نوت بي نوت، مظبوط ولا لا؟ ما هو مثلا في الانترنسيك شوف حاطط لي بين قوسين ايه؟ التي. يعني ايه تي ده؟ يعني اد 0 كلفن، يعني بيقول لك ان دي كانت بيور مثلا، او يعني الحاله دي الحاله بيور قبل ما اعمل دوبنج، قبل انا لسه ما عملتش دوبنج. تمام. فبالتالي ان نوت كان بيساوي البي نوت، ولو ضربناهم في بعض بيديك ان اي تربيع. تمام لحاجه كده. تمام. طب في حاله بقى الان تايب
في الان تايب. هو احنا لو كنا بالنسبه لنا احنا قلنا في الان تايب ان الان نوت تقريبا بتساوي الان دونر، خلاص يبقى في العلاقه دي البي نوت بتساوي كام؟ ان اي تربيع على ان نوت. تمام، هنا في العلاقه دي ان البي نوت بتساوي ان اي تربيع على ان نوت عادي. تمام، طب لو كانت ان تايب يبقى الان نوت هي الان دي، يبقى بتساوي ان اي تربيع على ان دي. تمام، دي العلاقه اللي بنستخدمها في الحل عموما. تمام، اتمنى تكون فاهمين العلاقه ازاي. في البي نوت نفس الكلام، عدد الهولز اكبر بكتير من عدد الالكترونز، وعدد الهولز تقريبا ان ايه، ان اكسبتورز المستقبلات، لان الماده الثلاثيه التكافؤ اللي انا عملت بيها دوبينج بتستقبل الكترون، هي بتاخد مني الكترون. طب بتاخد الكترون من منين؟ من الالكترونات اللي موجوده في الكوندكشن باند. تمام، فبالتالي عدد الهولز كبير وتقريبا بتساوي عدد الايه الشواذ. ونفس العلاقه اللي هي الان نوت بي نوت بتساوي ان الان اي تربيع، يبقى من هنا لان نوت مثلا عدد الالكترونات السالبه بتساوي كام؟ ان اي تربيع على ان ايه. تمام، احنا كده قدرنا ان احنا نحل اي مساله بالمعادلات دي، والموضوع سهل يعني. تمام، نخش بقى على حاجه بعد كده ايه. تمام، احنا فهمنا البي تايب والان تايب، بس ايا كان فائدتهم ايه بقى؟ احنا ليه عملنا كل ده اصلا، والفرهده دي كلها، وكل ده عملناه ليه ولازمته ايه؟ طبعا البي تايب لوحدها ملهاش لازمه، والان تايب لوحدها ملهاش لازمه. الفكره كلها لما بنعمل لهم ميكس مع بعض، لما بيرتبطوا مع بعض، لما بنعمل لهم جانكشن مع بعض، لما بنحط البي تايب جنب الان تايب، اللي بيحصل هو اللي بيفرق بقى معانا. فبيتكونين حاجه اسمها بي ان جانكشن. تمام، ده مثلا ان تايب الالكترونز، عدد الالكترونز كتير زي ما قلنا، ودي بي تايب عدد الهولز كبير. تمام، في هنا الكترونز كتير وهنا هولز كبير. فايه اللي بيحصل؟ حطيتهم جنب بعض، نشوف بقى اللي هيحصل واحده واحده وليه حصل وهيأثر معانا فيه. اول حاجه احنا طبعا عارفين ان في حاجه اسمها خاصيه الانتشار. الانتشار ده حاجه يعني لو جبنا جرد الميه ورميناه بينتشر في الاوضه كلها، ده طبيعي ان كل حاجه في الدنيا بتنتشر من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. فبالتالي هنا هولز كتير وهنا الكترونز كتير وهنا الكترونز قليله فهتنتشر. طب وهنا في هولز كتير وهنا هولز قليله فهتنتشر برضه نفس الكلام ده مبدئيا قبل اي حاجه. تمام، فده اللي حصل اول ما حطيناهم فعلا جنب بعض. اللي حصل ان الالكترونز تتحرك من الان تايب تروح ناحيه البي تايب، والهولز من البي تايب ناحيه الان تايب. بس طبعا خلينا متفقين ان مفيش حاجه اسمها الهولز بتتحرك، مفيش حاجه اسمها الهولز بتتحرك من البي تايب للان تايب. الهولز ده اصلا مش موجود، ده رمز افتراضي احنا بنتعامل بيه عشان نقدر نفهم الحركه ماشيه ازاي بشكل اسهل. تمام، نبص مثلا هنا ايه اللي حصل بقى. في الكترونز، فري الكترونز اتحركت من هنا راحت للبي تايب. طب ماشي، وفين المشكله؟ المشكله في ايه؟ ان مثلا اي ذره عاديه، ما هو الفري الكترونز دي مثلا في اي ذره عاديه عموما لما بتفقد الكترون بتتحول لايون موجب. تمام، لما بتمشي بتسيب مكانها ايون موجب. طب تمام، طب ما هنا البي تايب ما هو اكتسب الكترون، طب ما هو هيتحول لايون سالب. فايه اللي بيحصل؟ ان الالكترونات القريبه من الجنكشن، يعني شايفين الخط الاصفر ده، ده اسمه جنكشن، ده نقطه الالتحام بينهم. تمام، الالكترونز مثلا دي هتتحرك، الالكترونات دي هتتحرك من هنا. فلما الالكترون ده مثلا يتحرك ويروح للبي تايب، اللي بيسيب مكانه ايه؟ بيسيب مكانه شحنه موجبه. تمام، لانه بيحصل ايونيزيشن، تأيون، فبالتالي بيسيب مكانه شحنه موجبه. طب في هنا في البي تايب هنا في الكترون اكتسب الكترون، فايه اللي بيحصل؟ هيتحول لايون سالب. تمام، ده اللي حصل بالظبط، يتكون ايون موجب وتكون ايون سالب. ده اسمها دي حاجه اسمها البارير بوتنشال، ودي اللي بتوقف كل حاجه. يعني ايه بقى وازاي بتوقف كل حاجه اصلا؟ اول حاجه اصلا لما كل ما احنا طبعا لازم نكون فاهمين لما بيكون في موجب وفي سالب لازم بيحصل حاجه اسمها الكتريك فيلد، مجال كهرباء او تجاذب كهرباء. تمام، فمثلا في البطاريه عموما، البطاريه العاديه اللي احنا بنستعمل بيها في كل مسائل السيركت عموما، البطاريه دي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن مكان فيه عدد الكترونات كتير كبيره جدا، ومكان تاني ما فيهوش الكترونات. تمام، المكان اللي فيه عدد الكترونات كبيره ده القطب السالب، المكان اللي ما فيهوش الكترونات ده القطب الموجب. تمام، احنا قلنا كل في الطبيعه كل حاجه بتتحرك من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. تمام، من الهاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن. فبالتالي الالكترونات هتتحرك من القطب السالب للقطب الموجب. تمام، بتتحرك عادي من القطب السالب للقطب الموجب. ففي حركتها من القطب السالب للقطب الموجب ايه اللي بيحصل اصلا؟ يعني ايه احنا قلنا طبعا ايه ثواني هقولها لكم ازاي. في مثلا بارير بوتنشال، او مثلا لما بتتحرك من القطب السالب للقطب الموجب بيحصل ده بسبب ان في اصلا تجاذب. يعني كون ان الالكترون، كون مثلا الالكترون عايز يتحرك من مكان اقل، ده شغل، ده طاقه، ده شغل مبذول، شغل بيتبذل.
تمام. فالشغل ده لما بيتبذل نفسه هو ده الفولت ده اسمه الجهد، او ده فرق الجهد عموما تمام. فلو عايزين اللي هو كان بيقول لك مثلا في فرق ما بين القطبين، القطب الموجب والقطب السالب، في فرق في الجهد. يعني فرق في الجهد يعني ايه؟ يعني في شغل بيتبذل على الالكترونات اللي موجوده عند القطب السالب عشان تتحرك وتروح للقطب الموجب، تمام، حاجه زي كده تمام. بالنسبه مثلا للبارير بوتنشال، هنا البارير بوتنشال هنا حصل الكتريك فيلد، مجال كهربي تمام. هنا عرفنا موجب ليه؟ طبعا لان الالكترونات كانت هنا وراحت للبي تايب، وهنا سالب لان الالكترونات جت لها من الان تايب تمام. الالكتريك فيلد ده بيمنع اي الكترونات تانية تمر، بيعمل كانه سد للالكترونز والهولز ان اي حاجه تانية ان اي حاجة انهم يتحركوا. ليه السبب ده؟ مش احنا قلنا مثلا لو ده فضل يتحرك عادي، بيفضل يتكون شحنات موجبه الناحيه دي، وهنا شحنات سالبه الناحيه دي تمام. فبالتالي الالكترون هنا بيحصل ما بينهم فرق في الجهد. طب ما ده لا ده بقى له جهد معين وده بقى له جهد معين، مظبوط. فبالتالي نشأ فرق في الجهد بعد ما كانت مثلا كلهم جهد واحد، جهد مفيش يعني مفيش مكان فيه حاجه اعلى من الثانيه، لا بقى في فرق في الجهد، بقى في شحنات موجبه وفي شحنات سالبه، بقى في الكتريك فيلد تمام. فرق الجهد ده هيعمل لي مشكله ان ايه؟ ان الموضوع عشان تقدر انك تعدي الناحيه الثانيه لازم طاقتك تكون اعلى من فرق الجهد ده تمام. الفرق الجهد ده اسمه البارير بوتنشال، يعني عشان الالكترون يعدي من هنا من الان تايب يوصل للبي تايب لازم طاقته تكون اعلى من طاقه من البارير بوتنشال، او كفيله انها تعدي البارير بوتنشال وتوصل للبي تايب تمام، حاجه زي كده. لو في اي حاجه مش واضحه هتكلم، يا ريت اي حد يتكلم يعني تمام. فالبارير بوتنشال بتعمل بالظبط كانها حاجز، يعني ايه؟ بتعلي مستوى اللي مش اي الكترون كده هيعدي، لا لازم الكترون بطاقه زياده، طاقه معينه تمام. وهنشوف ده في مستويات الطاقه هنفهمه اكتر. يعني ده بالظبط اللي بيحصل هنا، دي مثلا ان تايب وده البي تايب. اللي بيحصل مثلا في فرق الالكترون ده، الالكترون بتقعد تتحرك من الان للبي من الان للبي، وبتكون على الان تايب بوزيتيف ايون، وهنا بتكون نيجاتيف ايونز، وبينشا لي ايه؟ الكتريك فيلد او البارير بوتنشال اللي بتمنع اي الكترونات تانية انها تعدي او اي هولز انها تعدي تمام كده. ده البارير بوتنشال وظيفتها، وده كله بسبب الايه؟ الالكتريك فيلد. نبص على الموضوع ده في الانرجي دايجرام عشان نستوعب الموضوع اكتر، ودي حاجه مهمه قوي 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 بحيث ان احنا نقدر نفهمها. ده الان تايب، ده ان ريجن، وده البي ريجن. فاكرين الرسمه الاولى خالص بتاعت الفالنس باند والكوندكشن باند تمام؟ اه ده معتمد عليه تمام، لازم نكون فاكرينه تمام. انا رسمت الفالنس باند والكوندكشن باند بتاعت الان تايب بتاعت البي تايب تمام. اول حاجه احنا لاحظناها طبعا في حاجه غريبه، ليه الكوندكشن باند والفالنس باند قليلين؟ ليه اقل في الطاقه من البي تايب؟ ليه في الان اقل من البي؟ ليه مرسومين كده؟ ليه مش في نفس الليفل؟ ليه مش في نفس المستوى؟ ببساطه احنا قلنا ايه؟ الباند ده عباره عن ايه؟ عباره عن مستويات طاقه لذرات كتير التحموا مع بعض وعملوا لي الباند تمام. في البي تايب مثلا، نبص على البي تايب لوحدها. في البي تايب كان مثلا عدد الالكترونز كام الكترون؟ الماده اللي عملت بيها دوبينج خمس الكترونات. فبالتالي قوه التجاذب ما بين النواه، يعني ما بين النواه وبين ده مثلا الدفر الالكترون شحنتها سالبه وفي نواه تمام شحنتها موجبه، فبالتالي بيحصل ما بينهم تجاذب، فبالتالي الطاقه بتاعتهم بتبقى اعلى. يعني مثلا في الان تايب، مثلا الان تايب في هنا فري الكترونز كتير، فينا الكترونز كتير، فينا شحنات سالبه كتير، شحنات سالبه كتير مع النواه هيحصل تجاذب اكبر، فتجاذب اكبر هيخليهم يقربوا من النواه. واضحه كده؟ يعني مثلا ادي الان تايب فري الكترونز كتير، الفري الكترونز دول بيحصل تجاذب ما بينها وما بين النواه. كل ما عدد الفري الكترونز ده بيزيد لما يبقى فيه الكترونات كتير في الكوندكشن باند مثلا، ايه اللي بيحصل؟ ان مستويات الطاقه بيقل او الطاقه بتاعتها بتقل تمام، زي ما حصل هنا. لكن في البي تايب مثلا كان الماده اللي انا عملت بيها دوبنج فيها كام؟ 3 الكترونز بس، 3 فري الكترونز بس تمام. فالثلاثه فري الكترونز دول عمل يعني نتج بسبب ده ايه؟ ان مستوى الطاقه بقى بعيد شويه عن النواه، بقى التجاذب ما بينه وبين النواه ضعيف نوعا ما، ضعيف نوعا ما. عشان كده بنلاقي ان الان تايب الكوندكشن باند والفالنس باند منخفض شويه في الطاقه عن البي تايب تمام كده تمام. بس في حاجه اسمها الاوفرلابنج. ايه الاوفرلابنج؟ المنطقه دي، المنطقه اللي هم مشتركه ما بينهم دي
المنطقه المشتركه بينهم دي هي اللي بيحصل فيها كل حاجه. يعني مثلا المنطقه المشتركه دي اللي هيحصل الكترونز في الابر، في الجزء العلوي، في الجزء العلوي في الان تايب اللي هي في اللي في المنطقه الاوفرلاب هتنتقل. احنا قلنا كل حاجه في الدنيا بتنتشر، تمام، الموضوع كله انتشار، فهتنتشر من الان تايب للبي تايب، تمام، هتتحرك من هنا لهنا، من الان تايب للبي تايب. فعشان كده ده اول حاجه هتحصل، تمام. فالالكترون لما يتحرك من هنا لهنا ايه اللي بيحصل؟ بعد فتره بيفقد الطاقه بتاعته. احنا قلنا هو عنده طاقه زياده هيمشي، وبعدها بفتره الطاقه بتاعته ده هيفقدها، تمام. ليه؟ لانه استهلكها في طاقه حركيه، تمام. طب ايه اللي هيحصل بعدها؟ بساعات بعد ما يفقد الطاقه بتاعته هينزل، بينزل تاني الفالنس باند زي ما كان بيحصل في الانترنسيك، بس المره دي بينزل في الفالنس باند بتاعت البي ريجن، مظبوط. فبالتالي بيحصل التحام. يعني هنا مثلا ده فري الكترون جاي مثلا من الان تايب مشي، وبعدين فضل ماشي شويه، وبعدين فقد الطاقه بتاعته وقام نازل لهول، التحم مع هول، تمام لحد كده، تمام. بعد فتره من ده بيحصل طبعا موضوع لحظي. بعد ما ده يحصل ايه اللي بيحصل بقى بعد كده؟ بالنسبه لنا مثلا هنا نيجي نبص نلاقي ان مستوى الطاقه قل اكتر، مستوى الطاقه قل اكتر. ليه؟ لان عدد الالكترونز اللي كانوا موجودين هنا قل. يعني الالكترونز اللي كان عندها طاقه عاليه، احنا قلنا الالكترونات اللي بتتحرك اللي موجوده في الكوندكشن باند اللي عندها طاقه عاليه، تمام. فالالكترونات اللي عندها طاقه عاليه خلاص اتحركت ومشيت وراحت للكوندكشن باند بتاعه البي تايب اللي هي دي، تمام، وفقدت الطاقه بتاعتها خلاص. فبالتالي المستوى ده الطاقه بتاعته بتقل اكتر، فلما تقل اكتر ما بقاش فيه اوفر لابنج، ما بقاش فيه نقطه التحام، ما بقاش فيه جزء مشترك بحيث ان الالكترونات تقدر انها تعدي منه، تمام. فبقى الالكترون ده مثلا، الالكترون ده لو عايز يوصل هنا مثلا لازم يعمل جامب، ما يقدرش ان هو ينتشر. الانتشار دلوقتي بقى مش كفايه، يعني اصلا عشان كده حركه الالكترونات بتتشابه بحركه الميه. الميه دلوقتي ما ينفعش تتحرك من هنا من جزء منخفض مثلا في الطاقه لجزء اعلى في الطاقه كده لوحدها، لا، لازم يكون في مثلا في الميه يكون في موتور مثلا يشد الميه. هنا برضو لازم يكون في مصدر خارجي يدفع الالكترونات دي بحيث انها تعمل جامب، انها توصل للكوندكشن باند، او ان طاقتها تعلى. ما هو لما الطاقه بتعلى ايه اللي بيحصل؟ بيروح لمستوى الطاقه اللي بعده، تمام، اللي هو الكوندكشن باند ده، تمام كده، تمام. الحته الجامب ده او الجزء اللي لازم يتغلب عليه عشان يوصل للكوندكشن باند دي، ده البارير بوتنشال اللي احنا لسه قايلين عليها فوق، تمام. احنا كده احنا دلوقتي بصينا على البارير بوتنشال بس من نظر الانرجي ليفلز، من نظر مستويات الطاقه، تمام. هو ده بالظبط اللي حصل يعني لحد دلوقتي. فاحنا بنفهم معنى البارير بوتنشال بس في شكل مستويات الطاقه والكوندكشن باند والفالنس باند. فبالتالي دلوقتي بقى محتاجين طاقه خارجيه بحيث ان احنا نقدر نتغلب على البارير بوتنشال، وبحيث ان احنا نقدر نتخطى المرحله دي وتوصل للكوندكتيفيتي المثاليه اللي احنا عاوزينها، تمام. وده ملخص اللي احنا قلناه، تمام. طبعا البين جونكشن عموما ابسط مثال ليه هو الدايود. الدايود عباره عن ايه؟ عباره عن بين جونكشن عادي، تمام. شكل الدايود كده، المثلث ده اللي هو بنرمز بيه للبي تايب، وده الخط ده للان تايب، تمام. البي تايب المثلث بالرمز انود، والان الكاثود، وده ليها سبب. مثلا من الفيكوم تيوب اللي هي الانبوبه المفرغه اللي كنا بناخدها في ثانوي، تمام، كان الانود ده اللي هو كان مصعد ويهبط، هي نفس الفكره بالظبط. والدايد عباره عن نفس الفكره بس بشكل اصغر وبكفاءه اعلى يعني. المهم يعني فبالنسبه لنا البي انجكشن المثال اللي هنطبق عليه وهنتعامل بيه هو الدايد. هنشوف بقى البي انجكشن في الدايره العاديه بقى هتتعامل ازاي، هنوصلها بقى في الدايره ونشوف هتتصرف ازاي، نشوف هتتعامل معانا ايه اللي هيحصل. الالكترونات اللي جايه من مصدر الطاقه الخارجي، احنا قلنا عايزين مصدر من طاقه خارجي، تمام، هنديك المصدر الخارجي، ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. فاول حاجه الدايت ده هيتوصل ازاي؟ احنا قلنا في لو قطب اللي هو مثلا في بي تايب وفي ان تايب، هيتوصل ازاي؟ عندك مثلا طريقتين، الفورورد باس والريفرس باس. الفورورد باس التوصيل الامامي، انك توصل القطب الموجب للبطاريه بالبي تايب، والقطب السالب للبطاريه بالان تايب، تمام. فانت كده موصل فورورد باس، تمام. نيجي بس نشوف ايه اللي هيحصل، تمام. خلينا متفقين، احنا هناخد القطب السالب بالان تايب. احنا قلنا من شويه ان الاتجاه الحقيقي اللي بيحصل في الواقع ان الالكترونات بتتحرك من القطب السالب للموجب، مش من الموجب للسالب، تمام. الالكترونات بتتحرك من السالب للموجب، تمام. ده الاتجاه الفعلي للتيار، تمام. فلما تكون مثلا الان تايب متوصله بالقطب السالب، في فري الكترون، في الكترونات بتتحرك، الكترونات بتتحرك
تتحرك لهنا لحد ما توصل لحد فين الان تايب. ايه اللي هيحصل جوه ده اللي هنشوفه دلوقتي. بس انا عندي سؤال بس مهم قوي، يعني الالكترونز دي بتتحرك دي الكترونز مين؟ الالكترونات دي مصدرها ايه؟ يعني قبل ما نوصل البي ان جنكشن، الالكترونات اللي ماشيه دي الكترونات مين؟ الكترونات الموصل. فاكرين لما قلنا مثلا المواد عندنا ثلاثه، في كوندكتورز وايسوليترز وسيمي كوندكتورز، تمام. الكوندكتور ليه كوندكتور؟ ليه الكوندكتور؟ ليه الموصل بيوصل؟ ليه النحاس بيوصل التيار الكهربي والخشب لا؟ ايه الفرق؟ ما هو دي ماشي، ما انا تمام. عشان ليه بقى؟ ليه الاختلاف ده موجود؟ الاختلاف ده في عدد الالكترونات. النحاس هو الفري الكترونز جاء من النحاس نفسه، النحاس هو اللي عنده فري الكترونز، تمام. النحاس الموصل نفسه، يعني الالكترونات اللي ماشيه في السلك التيار الكهربي ده الالكترونات بتاعته مش بتاعت البطاريه. البطاريه ما بتطلعش، مش مصدر اللي هو عمال بيديني الكترونات كده في الهواء، لا ده مجرد ان هو بيعمل بوش، بيدي شغل، بيبذل شغل بس ان الالكترونات تتحرك. طب الالكترونات منين؟ الالكترونات جايه من الموصل اللي انا بستخدمه، سواء بقى كان نحاس الومنيوم ايا كان، تمام كده. علشان كده الايسوليتورز ما بتوصلش، ما عندهاش الكترونات. لا عنده اي ذره في الدنيا فيها الكترونات. الخشب ما هو عنده الكترونات، بس الخشب المستوى الطاقه بتاعه مثلا محتاج طاقه كبيره عشان يقدر ان هو يبقى فري الكترون، تمام ماشي. هجيب له الطاقه الكبيره دي منين؟ عشان كده اسمه ايسوليتور، تمام كده. فبالنسبه لنا مثلا الالكترونات دي، يعني الالكترون مثلا لو افترضنا ان السلك نحاس، فالالكترونات دي الكترونات النحاس، تمام. نكون فاهمين جزء زي ده بحيث نقدر نفهم الدنيا ماشيه ازاي، تمام. الالكترونات دي مثلا ايه اللي بيحصل لما توصل، لما تخش مثلا البي تايب؟ احنا قلنا ان الان تايب مثلا، الان تايب عندها عدد كبير من الالكترونز، تمام. وعرفنا ليه، يبقى عدد الالكترونز هنا كبير، تمام. وهنا جاي لها الكترونز زياده، فايه اللي بيحصل؟ تنافر. هيحصل تنافر عادي، دي شحنات سالبه ودي شحنات سالبه، فهيحصل تنافر، تمام. التنافر ده تمام، معلش. التنافر ده ايه؟ ما هو طاقه، مش طاقه عادي. ما هو كل حاجه في الدنيا، الدفع مثلا لما بتعمل بوش، مثلا لما تزق الباب تزق كل حاجه، طب ما انت كده بتبذل شغل، بتبذل مجهود، بتديها طاقه، بتديها حاجه انها تتحرك. فلما بيحصل تنافر ما بينهم، الالكترونز اللي في الان تايب جالها طاقه زياده، بعد مثلا كانت طاقتها قليله مش قادره انها تتغلب على البوتنشال بارير اللي موجوده، لا جالها طاقه من مصدر خارجي. طب ايه شكل الطاقه اللي من المصدر الخارجي؟ ده السؤال لازم نكون فاهمين اجابته. ايه بقى شكل الطاقه؟ احنا خدنا في الانترنسيك في حراره بتكسر الروابط، طب ماشي. البطاريه هو يعني ايه شكل بقى الطاقه؟ شكل الطاقه طاقه تنافر بس مش اكتر. في الكترونات سالبه بيعمل، بيحصل لها بوش من مكان معين، بيتنزل لها شغل من مكان معين، ده القطب السالب، تمام، لحد ما توصل للان تايب. فلما بيحصل تنافر ما بينهم، الالكترونات دي كان ايه حصل، اللي هو مثلا كان زي البلي بالظبط، لما بيخبطوا ببعض بترجع الناحيه الثانيه بس بطاقه اكبر، تمام. فهو ده بالظبط اللي بيحصل في الالكترونز اللي في الان تايب، بترتد للناحيه الثانيه بطاقه اكبر، طاقه كفايه انها تعدي من البارير بوتنشال اللي ما كانتش عارفه تعديها في الاول. البارير بوتنشال اللي كانت عامله عقبه، كانت عامله انها سد بتمنع عدد اكبر من الالكترونات انها تتحرك من الان تايب للبي تايب. اللي حصل بقى خلاص الالكترونات بقى عندها طاقه اعلى وطاقه كفايه، طاقه كفايه انها تتحرك من الان تايب للبي تايب، تمام. فالالكترونز هي اتحركت، وفي بعض الالكترونز خلاص وصلت الناحيه الثانيه، طب ماشي. ايه اللي هيحصل؟ في هولز بقى، في هولز، وصلنا للبي تايب، في هولز. الهولز دي يعني ايه هولز اصلا؟ احنا قلنا هولز معنى هول ان احنا عايز الكترون، بيجذب الالكترون، تمام. طب ما الهول ده هيجذب الالكترون ده، تمام، والهول ده هيجذب الالكترون اللي هنا. فالهولز دي هتعمل كانها ايه؟ سلم، كانها زي السلم بالظبط. الالكترون ده من الهول دي للهول دي للهول دي للهول دي لحد ما يوصل للقطب الموجب. القطب الموجب برضو اللي هو ايه؟ اللي هو اصلا بيسحب الالكترونات، اللي هو عايز الكترونات، اللي هو رمز ان احنا محتاجين الكترونز هنا، ان كل حاجه في الدنيا بتنتشر، والقطب الموجب ده محتاج الكترونز توصل له اكتر، تمام. فبالتالي الالكترونز اللي موجوده هنا هتتحرك، تفضل تنتقل من هول لهول لحد ما توصل للقطب الايه؟ الموجب. مجرد انها وصلت للقطب الموجب كده خلاص الدايره كملت، احنا كده التيار ماشي، كده في تيار ماشي، تمام كده. الدايود بيوصل تيار عادي كده، التيار بيوصل. طب البارير بوتنشال حصل لها ايه؟ الحاجز ده، الحاجز ده ايه الحاجز ده اللي بيحصل؟ هو مش في الان تايب مثلا، مش في الكترونز كتير كتير عماله بتتحرك؟ مش كان في هنا، كان في هنا سوري، كان في هنا قطب، كان في هنا حاجز، حاجز ايه؟ شحنات موجبه، تمام. شحنات موجبه جاي، هيجي لها بقى الكترونات، تمام. طب الشحنات الموجبه دي كانت اتولدت ليه؟ لان انا فقدت الكترون، تمام. جالك الكترون مكانه، جالك الكترون مكانه، الالكترون مكانه ده جاي منين؟ جاي من البطاريه اللي انا لسه موصلها،
فجه الكترون مكان، فخلاص القطب الشحنات الموجبه دي هتختفي خلاص، ما بقاش في ايونيزيشن، ما بقاش في تأين. الماده مثلا الايون مثلا ايون الصوديوم مثلا لما ان ايه موجب مثلا لما يجي له لما يفقد الكترون تاني، لما يجي له الكترون تاني بيرجع صارت صوديوم عاديه تمام، ما بقاش ايون خلاص. فهو ده بالظبط نفس اللي حصل هنا، الالكتريك فيلد لما يجي له الكترونز خلاص الالكتريك فيلد ده هيطير. طب بالنسبه للناحيه الثانيه كان ايه؟ كان محتاج الكترون. طب ما الالكترونات جت خلاص، كان مثلا كان خلاص وصلت سوري الهولز ما هجاتهم من الناحيه دي اصلا، الالكترونات اللي كانت زياده هنا كانت مشكلته ان هو كان ايون سالب، يعني عنده الكترونات زياده تمام، فالهولز اللي هنا خدت خلاص الالكترونات دي وصلتها للقطب الموجب تمام، عملت كانها سلم، فضلت الالكترونات تتحرك من مكان لمكان لحد ما وصلت للقطب الموجب، والتيار فضل ماشي على الشكل ده. طب هل معنى كده ان البارير بوتنشال اختفت؟ لا هي ما اختفتش تمام، هي مبدئيا ما اختفتش، هي لسه موجوده بس حجمها اقل. يعني مثلا البارير بوتنشال كان حجمها بالشكل ده، بقى حجمها بالشكل ده اقل بكتير تمام. يعني ايه بقى حجمها اقل؟ وايه حجمها ده اصلا؟ يعني يعني بحس ان احنا نقدر نربط، ما بناخدش كلام نظري بس نقدر نتخيل اللي بيحصل. البارير بوتنشال ده احنا قلنا ان هو مجال كهربي بيعمل كساد بيمنع الالكترونات انها تتحرك تمام. طب ما هو بعد فتره السد ده مثلا ما وقعش، هو مجرد ان هو بقى مستوى اقل، يعني مثلا طوله بقى اقل، فبالتالي الالكترونات مثلا طاقتها في الاول ما كانتش كفايه انها تعدي، لا بقت كفايه انها تعدي تمام. يعني مثلا لو ده كان مثلا في السيليكون كان ب 7 من 10 فولت، البارير بوتنشال مثلا قبل ما اوصل اي حاجه كانت ب 7 من 10 فولت، بعد ما اوصل فورورد بايس بتبقى 1 من 10 فولت، ما اختفتش موجوده بس قليله تكاد لا تذكر تمام. ففي الحاله دي بنفترض ان مثلا ان ايه الدايت شغال كانه ايه شورت سيركت، يعني كانه سلك، كانه قطعه سلك. ما هو السلك احنا قلنا السلك لازمته ايه؟ السلك الالكترونات بتتحرك من مكان لمكان تمام. طب ما كده الدايت برضو الالكترونات اتحركت من هنا من القطب السالب ده للقطب الموجب ده عادي ومفيش فيه اي مشاكل تمام، فبالتالي بنتعامل مع الدايت كانه شورت سيركت تمام. وما ننساش ان الالكترونات بتتحرك دي هي الالكترونات الموصل نفسه، ما فيش حاجه اسمها الالكترونات جايه من البطاريه، هو مش مثلا مش ميه حنفيه ميه بتطلع ميه كده وخلاص لا تمام. نبص بقى على تاني توصيل اللي هو الريفرس بايس. ايه الريفرس بايس بقى اللي هيحصل؟ هنوصل ساعتها البي تايب بالقطب السالب للبطاريه والان تايب بالقطب الموجب للبطاريه، وتعال نشوف اللي هيحصل سوا مع بعض ونتخيله ونشوف ايه المشاكل اللي هتحصل. اول حاجه طبعا البارير بوتنشال موجوده زي ما هي عادي ب 7 من 10 قبل ما اوصل تمام، نوصل بقى ونشوف اللي هيحصل بقى. الالكترونات بتتحرك من القطب السالب للموجب عادي تمام، فالالكترونات جايه هنا من السالب واحنا موصلين السالب بالبي تايب المره دي تمام. ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه في الان تايب، خلينا نبص على الان تايب الاول. الان تايب بتوصلها بالقطب الموجب، قطب موجب يعني بيجذب الالكترونات بيسحب الالكترونات ناحيته، فبالتالي كل الالكترونات هتتحرك الموجوده في الان تايب هتتحرك لناحيه القطب الموجب، لناحيه القطب الموجب. يعني الالكترون كان هنا اتجاهه اتحرك كده رايح ناحيه القطب الموجب تمام، عادي بيحصل تجاذب كهربي عادي، الشحنات موجبه بتجذب الشحنات السالبه ناحيتها تمام، فالالكترونات اتحركت. طب ما ده هيعمل لي نفس المشكله اللي هي مش الالكترون ده مثلا لما يتحرك الناحيه دي بيسيب مكانه ايه؟ بيسيب مكانه بيحصل له ايونيزيشن، بيسيب مكانه قطب موجب تمام. طب ما كده مثلا لو كان صفين مثلا اخطاء موجبه هيبقى 3 و4 و5، فايه اللي بيحصل؟ البارير بوتنشال بتزيد تمام، من الناحيه دي بتزيد تمام. نبص بقى الناحيه دي على البي تايب ده الكترونز، ايه اللي بيحصل؟ الكترونز بتجذب الهولز ناحيتها برضو، ما الالكترونز والهولز بيحصل بينهم برضو تجاذب تمام، فبالتالي الهولز بتفضل تنتقل من هنا لهنا لنفس الطريقه بتاعت الالكترونز، هتكون طريقه الهولز تمام، والالكترونز بتبقى الناحيه دي. ده حاجه ممكن تشوفها بطريقه ثانيه لو عايزين بقى نبص للواقع، احنا متفقين ان الهولز ما بتتحركش، لو هنبص للواقع هو الالكترونات هي اللي بتتحرك، الالكترونات هتتحرك من هنا هتعدي على الهول دي زي السلم برضو، من الهول دي للهول دي للهول دي لحد ما توصل هنا. طب لما توصل هنا ايه اللي بيحصل؟ بتديها ايونيزيشن، بتحصل تأين، بتبقى شحنه سالبه تمام، فبالتالي عدد الشحنات السالبه اللي هنا بتزيد، وهنا الموجبه عماله بتزيد، ده بيزيد وده بيزيد تمام. فنيجي نبص نلاقي البارير بوتنشال حجمها بيكبر تمام. فمراجعه بسيطه كده بس مسميه الفورورد بايس والريفرس بايس. في الفورورد بايس بنوصل القطب الموجب بالبي تايب والقطب السالب بالان تايب، اللي بيحصل البارير بوتنشال حجمها بيقل
تمام، والتيار بيمر عادي وبتعمل كانه بيعمل كانه شورت سيركت. تمام، في الريفرس باس بقى بنوصل الكود بالموجب بالان تايب والكود بالسالب بالبي تايب. تمام، والبارير بوتنشال حجمها بيزيد. طب وايه اللي هيحصل يعني لما حجمها يزيد؟ هيفرق معايا في ايه؟ هيأثر عليا في ايه؟ لا هو هيأثر عليا جامد. احنا قلنا اصلا البارير بوتنشال ده ايه؟ ده سد بيمنع الالكترونات انها تعدي. تمام، لما حجم السد ده يزيد، حجمه يعني طوله يزيد، يعني معنى كده ان انا محتاج بقيت بقى الطاقه اللي انا محتاجها، يعني مثلا لو كانت 7 من 10 فولت، لا انا بقيت محتاج 5 و10 و20 و30 فولت عشان اقدر ان انا اعدي البارير بوتنشال. انا كده بكبر من حجم السد، بخلي الموضوع اصعب على الالكترونات والهولز انها تتحرك من ان تايب البي تايب او العكس. تمام لحد كده؟ فبالتالي في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ الموضوع مفيش تار بيمر، خلاص مفيش تار هيمر، مفيش اي تار بيمر. تمام؟ فبالتالي بيعمل كانه اوبن سيركت، كان السلك مقطوع، كان جبت المقص وقطعت السلك، مفيش تار بيمر. تمام؟ بس يعني مش اكتر. بس نبص هنا مثلا ده اشكال. اول حاجه نو بايس، يعني ايه؟ يعني من غير ما اوصل بطاريه، يعني البي ان جنكشن لوحدها لسه لوحدها من غير ما اوصل اي بطاريه بيها. هذا ال ان تايب وده البي تايب عادي. تمام، الالكترون بتفضل تتحرك، الاي دايت بصيرو 0 ملي امبير، ما هو مفيش مصدر للتيار، مفيش تيار خالص. تمام، والفي الفي اوت بوت بكام؟ صفر، مفيش نو بايس. نشوف بقى اول حاجه في الريفرس بايس. الريفرس بس اللي بيحصل، احنا موصلين هو الكود بالموجب بايه؟ ثواني، ده ريفرس بس. الكود بالموجب بالان تايب والكود بالسالب بالبي تايب. تمام، فاللي بيحصل احنا قلنا الالكترونز بتتحرك من الان تايب، تفضل تتحرك من هنا وتلتحم وتزود لي في حجم البارير بوتنشال. شايفين حجم البارير بوتنشال عامل ازاي؟ كبر. فلما بيكبر ايه اللي بيحصل؟ بيخلي التيار ما يمرش اكتر. يعني ده وهي موجوده ما كانش في تار بيمر، كان الاي دايت ب 0 ملي امبير. تمام، وهي مجرد الحجم ده. طب لما حجمها يزيد التيار مش هيمر خالص، ما فيش اي تيار هيمر. تمام، فبالتالي بتعمل كانه شورت سيركت. تمام، الفورورد وايز بقى شكله بنوصل الكود بالسالب بالان تايب والموجب بالبي تايب، وقلنا ان الدبليشن ريجن، حجمها بيقل وبيتوصل التيار الكهربي وبتعمل كانها ايه؟ شورت سيركت. تمام، في حاجه بقى مهمه عايزين ناخد بالنا منها في الريفرس بايس. ده نرجع للرسمه بتاعتنا، حاجه ما قلناهاش. ده الريفرس بايس. ايه الريفرس بايس؟ هو احنا مش قلنا في الان، هل ان تايب هل كل اللي فيها الكترونز بس؟ لا، الماجوريتي اللي فيها الكترونز، يعني العدد الكبير اللي فيها الكترونز. طب والهولز والبي تايب؟ العدد الكبير اللي فيها هولز، بس في الان تايب فيه هولز عادي والبي تايب فيها الكترونز عادي. مصدرهم ايه؟ لو حد ناسي، مصدرهم درجه الحراره العاديه، درجه حراره الغرفه. ما هو ده كان مخلي فيه الكترونز وفيه هولز. عددهم قليل بس موجودين. تمام، عددهم القليل ده، طب ماشي. طب ما هو في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ هيتحرك، مش فينا الكترونز. طب ما الالكترونات هتتجذب للقطب الموجب ده، مظبوط؟ مش ده قطب موجب هنا وفي هنا الكترونات هتتحرك، هتنجذب زي الالكترونات دي وهتتحرك وعادي. تمام، طب ما كده ده اسمه تيار عكسي، انفيرس كارنت، تيار في عكس الاتجاه، اللي هو على عكس الاتجاه. يعني المفروض التيار ماشي كده. تمام، فهو لا، ده تيار عكسي ماشي في عكس اتجاه الدبليشن ريجن وبيعدي الدبليشن ريجن. تمام، بيعديها ازاي؟ يعني واحد دلوقتي المفروض يسالني، تمام، يعني الكترون مش عارف يعدي من هنا لهنا، الالكترون اللي هنا مثلا يعني احسن منه في حاجه عشان يقدر يعدي وده ما يعديش؟ يعني ليه الالكترونات اللي هي ليه الالكترونات دي اللي في البي تايب اللي هي الماينورتي بتعدي من البي تايب للان، مع ان في نفس ذات الوقت الالكترونات اللي في الان مش عارفه تعدي للبي، ومع ان في الحالتين الدبليشن ريجن موجوده انا ما شلتهاش، ليه ده بيتحرك وده ما بيتحركش؟ السبب بقى هنرجع للانرجي ليفلز دي، الصوره دي، ونركز فيها كويس قوي. اول حاجه ده الان ريجن عادي والبي ريجن. احنا قلنا هنا عشان الالكترون يقدر ان هو يتحرك لازم يتغلب على الديبليشن ريجن، هي دي الديبليشن ريجن. تمام، ان هو يجي له طاقه زياده فبحيث ان هو يقدر يعدي. تمام، طب ما الالكترون ده هو موجود اهو، ده اللي ده الماينورتي ثلاث، اي نعم عددهم قليل، تمام، يكاد لا يذكر، بس موجودين. تمام، هو ده محتاج
طاقة عشان ينزل للمستوى ده، لا هو بيتحرك اوريدي من مستوى طاقة اعلى لمستوى طاقة اقل، هو مش محتاج طاقة، ده هو بيفقد طاقة اصلا، هو بكل سهولة بيعدي من الديبليشن ريجن اصلا لان طاقته اعلى بكتير من كل الكلام ده. يعني الالكترون ده كان في مستوى طاقة منخفض، في مستوى طاقة قليل، محتاج طاقة عشان يقدر يعمل جامب ويقدر يوصل للمستوى الطاقة اللي هنا. طب المستوى الطاقة اللي هنا، لا هو اصلا هو المستوى العالي، هو بينزل لمستوى طاقة اقل فمش محتاج طاقة خارجية، هو بينزل بكل سهولة عادي. تمام، متخيلين الموضوع؟ عشان كده الانفيرس كارنت بيحصل، يعني حتى في الحاله العاديه، يعني مثلا حتى في النو بايس، في النو بايس مثلا حتى الالكترون موجود، الانفيرس كارنت موجود، التيار العكسي موجود، تمام، وبيعدي من الديبليشن ريجن عادي، ما بيتوقفوش، وعرفنا ما بيتوقفوش ليه. تمام، نبص بقى على الدايت كاركترستيك. اي علاقه في الدنيا لو عايزين نجيبها، اي علاقه رياضيه في الدنيا عموما، بتجيبها ازاي؟ من الرسم. يعني مثلا ال V بتساوي الاي في الامر، العلاقه دي جت منين؟ رسمنا بالملاحظه وعادي، جبنا مثلا اللي هو ايه، ثبتنا فرق الجهد وفضلنا نزود في التيار، ولاحظنا لما بنزود فرق الجهد التيار بيزيد، لما بنزود التيار فرق الجهد بيزيد، تمام؟ وطلع لنا اللي هو الاي والار، الخط المستقيم ده، تمام؟ بنجيب الميل كده، احنا جبنا ايه؟ المعادله، العلاقه الرياضيه اللي بنستخدمها في السيركت طول العمر دي. تمام، بنفس الشكل برضه احنا عايزين نجيب معادله بقى للدايت، علاقه رياضيه نتعامل بيها مع الدايت. هنتعامل مع الدايت ازاي؟ ما هو مش كل مره هنقعد نجرب ونسجل، عايزين علاقه رياضيه نطبقها، الشغل النظري. تمام، فرسمنا علاقه لتصرف الدايت، لاحظنا بقى ايه؟ ده مثلا الفولت، الجهد الخارجي، وده التيار. اول حاجه حطيت مثلا بطاريه جهدها 3 من 10 فولت، مفيش حاجه حصلت، 4 من 10 فولت مفيش حاجه، 5 من 10 فولت بدا يظهر امبير، تيار 1 ملي امبير، تيار تعبان قوي يعني ما ينفعش معاك حاجه. جينا نبص فضلنا نزود لحد ما وصلنا مثلا 7 من 10، 7 من 10 وصلنا تيار 4 ملي امبير، بعدها 8 من 10 وصلنا 20 ملي امبير. ايه اللي حصل ده وازاي حصل؟ نعيد تاني بسرعه. احنا قلنا لو ده سيليكون، يعني ده افترض ان دي ذره سيليكون يعني، تمام، ايه السيليكون اللي بيحصل له؟ احنا قلنا لما مثلا ده في الفورورد ديفايس، لما بيكون متوصل ده الجزء الفورورد ديفايس، الجزء ده الفورورد ديفايس، تمام، ايه اللي بيحصل؟ ان الالكترونات بتفضل تتحرك عادي، تمام، لحد ما بيحصل ايه؟ تكون اعلى من الدبليشن ريجن، طاقتها اعلى من الدبليشن ريجن الموجود. طب في السيليكون الدبليشن ريجن بكام؟ ب7 من 10، فبالتالي لما تكون طاقتها اعلى من 7 من 10 ايه اللي بيحصل؟ التيار الالكترونات كلها بتعدي، وفي الكترونات تانيه ما كانتش عارفه تعدي بقت قادره انها تعدي، لان الديبليشن ريجن اتحولت من 7 من 10 ل1 من 10، طاقتها حجمها قل، فبالتالي الالكترونات بقت بتعدي بشكل كبير، الديبليشن ريجن مش نوع انهارت تقريبا، انهارت، تمام؟ يعني ما اختفتش بس انهارت نوعا ما. تمام، فعشان كده اي زياده طفيفه، اي زياده صغيره جدا في الفولت، تمام، هيؤدي لزياده كبيره في التيار، فبالتالي ده الشكل اللي بيعبر عن الموضوع ده. تمام، مفهومه؟ تمام، نروح بقى نبص الناحيه الثانيه في الريفرس بايس. ده في الريفرس بايس سالب 10 فولت، يعني انا موصل البطاريه بالعكس. تمام، لاحظنا ايه؟ ان لما مثلا في تيار موجود، في تيار موجود، ازاي في تيار موجود واحنا قايلين ان في الريفرس، مثلا في الريفرس بايس مفيش تيار، احنا قايلين ان في الريفرس بايس بيعمل كانه شورت سيركت، كاني قطعت بالمقص، تمام، فازاي في تيار موجود؟ ما هو لو لاحظت بالك من الوحده 10 بيكو امبير، بيكو امبير ده يعني 10 اس سالب 12 امبير، يعني رقم مش لا يذكر، هو مش موجود اصلا، تمام، يعني بعد ان انا يعني الرقم قليل بدرجه كبيره قوي، تمام. طب التيار ده مصدره ايه؟ ده الانفيرس كارنت، ده التيار العكسي، ده التيار اللي بتاع الماينوريتي كارير، المينورتي اللي هم مين؟ اللي هم الهولز في الان تايب والالكترونز في البي تايب، تمام؟ دول التيار بتاعهم، دول عددهم قليل، تمام؟ وهم دول بيتحركوا وبيتغلبوا على الدبليشن ريجن عادي، وعرفنا ليه، تمام؟ فلما بيتحركوا بيطلع لي التيار ده، التيار اللي كاد لا يذكر ده، تمام؟ وبعد كده بقى ايه اللي بيحصل؟ مفيش تيار، بيحصل حاجه اسمها ده، بيحصل ده، بيحصل حاجه اسمها بريك داون. هنعرف يعني ايه بريك داون دلوقتي، تمام، بس دي رسمه بقى بتوضح لي الفرق بين الثلاثه اللي هم الجرمانيوم والسيليكون والجاليوم ارسنايد، ده نوع برضه من السيمي كوندكتورز. الجرمانيوم احنا البارير بوتنشال بتاعه 3 من 10،
فبالتالي بيفضل عادي، مفيش بعدين يزيد بشكل صغير، اول ما يعدي البارير بوتنشال يزيد بشكل كبير. نفس الفكره في السيليكون، بيفضل يزيد عادي لحد ما يوصل 7 من 10 لحد ما يكسر البارير بوتنشال، وبعدين يزيد بشكل كبير قوي. تمام، ونفس الكلام مع الجيرم ارسنت 1 و2 من 10. وفي نفس الكلام في برضه تيار انعكاسي انفيرس كارنت، بيكو امبير بالمايكرو امبير على حسب نوع الماده طبعا. تمام، وبعد فتره بيحصل بريك داون. ايه البريك داون ده بقى وبيحصل؟ نبص لحظه، نرجع للريفيرس. احنا قلنا هنا في الريفيرس كارنت، في الريفيرس بايس لما يكون توصل توصيل عكسي، ايه اللي بيحصل للدبليشن ريجن؟ بتفضل تزيد، حجمها بيزيد. طب تمام، هتزيد لحد امتى؟ مع احترام كل حاجه، ما هو هنفضل نزيد لحد ايه؟ فين؟ لحد ايه بالظبط؟ يعني هتفضل تزيد الى ما لا نهايه؟ لا، هو لو زادت الى ما لا نهايه ايه اللي بيحصل؟ الريفرس كار الانفرس كارنت بيزيد، التيار العكسي اللي بيمشي من هنا بيقعد يزيد، فالديبليشن ريجن، ديبليشن ريجن بتنهار تماما، ما تبقاش ولا كانها موجوده، وساعتها التيار بيعدي. يعني التيار في الريفرس واس والتيار بيعدي عادي، التيار بقى بيعدي عادي بسبب ايه؟ ان الديبليشن ريجن، طب تعرف الديبليشن ريجن دي دايما حجمها بيساوي حجم البطاريه الخارجيه اللي انا حاططها. يعني مثلا لو موصل بطاريه 4 فولت، تمام، فالديبليشن ريجن دي كانت ب 7 من 10، هتبقى، لا هتبقى ساعتها ب 4 فولت. تمام، ليه؟ الالكترونات جايه هنا وعماله بتكبر فيها، دي بتقعد تكبر لحد ما دي بتساوي حجم البطاريه اللي بره. طب تمام، انا ممكن احط بطاريه 4 فولت، 20 فولت، 100 فولت، هل الدايت هيتحمل ان البارير بوتنشال بتاعته تبقى 100 فولت؟ اكيد لا. فايه اللي بيحصل ساعتها؟ الديبليشن ريجن بتنهار خالص، ما بتبقاش موجوده، اللي هو التيار عدي، اللي هو انا خلاص ما السد، يعني مثلا السد لو في مثلا فيضان جاي، اللي بيحصل السد بيقع كله والميه كلها بتعدي خلاص، ما يقدرش يتحمل اكتر من كده. تمام، وساعتها الدايت بيبقى باظ، يبقى والخواص بتاعته تبقى راحت كلها. تمام، فلما بيوصل لمرحله معينه، نرجع بقى نشوف الرسمه بتاعتنا، لما بنوصل لمرحله معينه من الفولت، يعني 50 سالب 50 سالب 100 فولت، رقم معين ايا كان على حسب الماده، اللي بيحصل بريك داون، بينهار، ولما بينهار التيار بيزيد، بيبقى نفس الشكل ده، نفس الشكل ده عادي، اللي هو الزياده الصغيره بزياده كبيره كده، كانه فورورد بايس كده، ما بقاش في فرق ما بين الفورورد بايس والريفرس بايس، بقى رايح بيعدي، جاي بيعدي، اي حد بيعدي وما بيقولش اي حاجه كده، بالظبط حرفيا كانه بقى سلك مش دايت، ملوش اي 30 لازمه. تمام، اهو دي البريك داون ريجن، ده الخاصه العاديه، والجزء الصغير ده اللي هو الاي اس، الاي اس اللي هو الاي ريفرس، لحد ما نوصل للفي بي، الفي بي في اللي هو البريك داون فولتج، بيحصل الانهيار للديبليشن ريجن، والمنطقه دي بيبقى اسمها زينر ريجن والزينر دايت، وهناخدها بقى بعدين ان شاء الله بكره لو لينا عمر يعني. تمام، في حاجه بقى دايناميك ريزيستنس. ايه الدايناميك ريزيستنس دي؟ هو احنا فاكرين طبعا الشكل، العلاقه ما بين التيار وفرق الجهد العاديه في اللي هو الخط المستقيم ده عادي. تمام، ده معناه ايه؟ معناه ان المقاومه ثابته، المقاومه ما تتغيرش، عشان كده احنا دايما كنا بيقولوا لنا ان المقاومه من العوامل اللي بتاثر في المقاومه، لا التيار ولا الفولت ما بيأثروش في المقاومه، المقاومه قيمتها ثابته، اللي بيأثر في المقاومه بين درجه الحراره، طول سلك الموصل، ايا كان. تمام، بس المقاومه لا التيار ولا الفولت بيأثر فيها، عشان كده العلاقه كانت خطيه، اللي هو الخط المستقيم ده. تمام، ليه الشكل ده؟ يعني الشكل ده موجود، الشكل ده معناه ما هو ده، ما ده علاقه ما بين تيار برضه وجهد فرق جهد. طب ما اي علاقه بين تيار وفرق جهد بالنسبه لنا دي ايه؟ مقاومه. تمام، فليه المقاومه شكلها عامل كده مش خط مستقيم زي ما كان مثلا في الدي سي فولتج عادي؟ بسبب حاجه اسمها الدايناميك ريزيستنس. ايه الدايناميك ريزيستنس؟ مقاومه متغيره، مقاومه قيمتها مش ثابته. تمام، المقاومه هنا مثلا، يعني مثلا في البدايه في الجزء ده مثلا المقاومه هنا كام؟ مثلا احنا المقاومه الار بتساوي ايه؟ الفي على الاي. تمام، فمثلا جزء صغير يعني الفي على قيمه صغيره من التيار. تمام، فبالتالي المقاومه هنا كبيره جدا، ما هو لما التيار مثلا يكون واحد من 1000، يعني واحد على 1000، المقاومه هيبقى بسط. تمام، فهيديني مقاومه كبيره قوي، فبالتالي مقاومه كبيره جدا يعني تيار ضعيف، فعشان هنا عشان كده التيار هنا كان ضعيف. طب هنا المقاومه اقل بس برضه مقاومه كبيره. طب بعد ما بنكسر الديبليشن ريجن، بعد ما نعدي ال 7 من 10 فولت، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل زياده كبيره في الفولت. تمام، زياده كبيره في التيار، سوري،
فزياده كبيره في التيار معناها ايه؟ مقاومه قليله، تمام؟ فبالتالي المقاومه مش ثابته، المقاومه حالها بيتغير من كونها ثابته لكونها كبيره، لكونها صغيره، لكونها تقريبا مش موجوده والتيار عادي، لكونها مثلا كانها حرفيا مقطوعه، كان في السلك كانه مقطوع، مفيش تيار بيمر هنا، مفيش تيار بيمر، فكانها مقاومه كبيره ممكن توصل مثلا 10000 كيلو اوم، اللي هو 10000 اوم، فالموضوع كبير، تمام؟ وده طبعا الشكل الفاري كاركترستكس في الريفرس باس عادي، مفيش في اي فرق، تمام؟ فاحنا بس فهمنا يعني الدايناميك ريزيستنس هي اللي خلت الشكل عامل كده اصلا، تمام؟ المقاومه المتغيره هي اللي سبب الشكل عامل كده. المهم، ففي انواع الدايت بقى، احنا بالنسبه لنا دلوقتي انواع الدايت، احنا قلنا طبعا اي رسمه احنا بنجيب العلاقه الرياضيه من الرسم، تمام؟ فاحنا رسمتنا اهي، دي الرسمه بتاعتنا، عايزين نجيب العلاقه بتاعتها، حاضر، احنا العلاقه بتاعتها اهي، ادي العلاقه الاي دي بتساوي اي اس في اي وسي كي في دي، علاقه مش معقده، هي معديه الليفل ده من زمان، تمام؟ فالموضوع ده اسمه تشيكلي دايت، الدكتور كان طالب مننا ريبورت نعمل عنه، تمام؟ ده احنا بنعتبر فيه كل حاجه موجوده، دايناميك ريزيستنس، الانفرس كارنت، الفاري بوتنشال، كل حاجه، كل حاجه موجوده، فبالتالي واعتبرت كل الشكل ومفيش فيها اي مشاكل، فايه اللي حصل؟ كان ده الناتج، ان المعادله تقريبا صعبه وصعب جدا التعامل معاها، فالموضوع مش عملي، احنا عايزين نتعامل عادي، فعشان كده قال لك خلاص هنعمل حاجه اسمها الدايت موديلز. ايه الدايت موديلز؟ قال لك يا عم تمام، انت ايه مشاكلك؟ ايه مشاكلك في الرسمه دي؟ يعني الرسمه دي معقده، تمام، ايه اللي خلاها معقده؟ قلت لي اول حاجه البارير بوتنشال، قلت لي في عندي بارير بوتنشال لازم اعديها علشان اطلع، يعني لو البارير بوتنشال هي السبب في ان قبل 7 من 10 ده كان شكل الفولت، طب وبعد 7 من 10 شكل التيار قصدي، وبعد 7 من 10 بقى كده، تمام؟ طب ايه يعني؟ فبالتالي البارير بوتنشال المشكله عندي، قلت لك تمام. ايه المشكله الثانيه؟ قلت لي الانفرس كارنت، التيار العكسي، التيار العكسي اللي بيحمل لي، بيحصل لي بريك داون هنا، بيعمل لي بريك داون، فدي بالنسبه لي مشكله، تمام؟ قلت لك تمام. المشكله الثالثه ايه؟ قلت لي الديناميك ريزيستنس، المقاومه المتغيره اللي بتخلي الشكل مش ثابت، مش ستيبل. قلت لك خلاص تمام، هنعمل بقى موديلز، وفي كل مره هنتجاهل وجود حاجه. فاول حاجه مثلا الايديال موديل، الايديال موديل اللي هو الدايد المثالي اللي مش موجود، تمام؟ اللي هو ايه؟ اللي هفترض ان في بارير بوتنشال مش موجود، الريفرس كارنت مش موجود، الدايناميك ريزيستنس مش موجود، هو الدايد موجود بس عادي، مفيش فيه اي مشاكل، اللي هو بيعدي التيار عادي خالص، تمام؟ ففي في الفورورد بايس ايه اللي هيحصل؟ التيار هيعدي كله كانه بالظبط بقى شورت سيركت، كانه شورت سيركت بالظبط، تمام؟ فمفيش اي مشاكل، كل التيار بيعدي، كل الالكترونات بتعدي، كان حته سلك موجوده بالظبط في الفورورد بايس. طب في الريفرس بايس ايه اللي هيحصل؟ كانه اوبن سيركت، التيار ما بيعديش، مفيش اي تيار معدي نهائي، تمام؟ ومفيش اي بريك داون هيحصل، لان مفيش انفرس كارنت، مفيش حاجه، مفيش بارل بوتنشال اصلا، تمام؟ تمام. العلاقه ساعتها، الرسمه ساعتها هتبقى شكلها عامل ازاي؟ تبقى شكلها عامل كده، في ار والاي اف، تمام، اللي هو الفي بتزيد عادي، او الاي لاي ثابته في الفورورد بايس مثلا، الفورورد بايس دايما بيتوصل، دايما التيار عمال بيزيد، التيار بيزيد، التيار بيزيد. طب في الريفرس بايس مفيش تيار، التيار بصفر طول الوقت، مهما تزود في الفولت التيار بصفر، مهما تزود في الفولت التيار بصفر. طب وهنا في تيار طول الوقت، تمام؟ طب ما دي العلاقه العاديه اللي هو الاي بتساوي الفي على الار، تمام، اللي هو علاقه او قانون اوم العاديه، تمام. ده اول نوع من انواع الدايت اللي هو الايه؟ الايديال دايت. نروح نخش على تاني نوع اللي هو البراكتيكال العملي اللي احنا بنستخدمه معظم الوقت. البراكتيكال دايت قال لك ايه؟ قال لك انا بص ههمل الدايناميك ريزيستنس، الدايناميك ريزيستنس ههملها، وههمل الريفرس كارنت، بس البارل بوتنشال مش ههملها، هعتبرها انها موجوده، تمام. تمام، يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان التيار لازم يعدي 7 من 10، لازم يعدي البارير بوتنشال، تمام، وبعد كده يبدا في الظهور، تمام. اهو هنا مثلا الفولت مثلا لازم يوصل 7 من 10، وبعدين التيار يبدا بصفر، قبل 7 من 10 مفيش تيار، بعد 7 من 10 التيار بيزيد بشكل مش طبيعي، تمام. تمام. طب في الريفرس بايس؟ لا، في الريفرس بايس طول الوقت مفيش تيار برضه عادي، تمام. بالنسبه لنا بقى البراكتيكال دايت بنعبر له بايه؟ احنا قلنا في الايديال كان شورت سيركت، طب هنا البراكتيكال هنعبر عنه بالظبط كانه بطاريه، بطاريه متوصله توصيل عكسي مع الدايره، تمام، يعني كانها بطاريه بتشحن، تمام. يعني مثلا هنا التيار مثلا هنا سالب الموجب مثلا، فدي بطاريه، دي سالب موجب، فهنا ده موجب سالب، فهي كانت متوصله توصيل عكسي، تمام كده، بطاريه بتشحن. فالبطاريه دي قيمتها بكام؟
قيمة البارير بوتنشال، لو كانت سيليكون مثلا 7 من 10، جرمانيوم 3 من 10، ايا كان يعني، تمام. بس فانا كده شلت الدايود وعوضت عنه بالشكل ده اللي هو بطارية وشورت سيركت، تمام. طب في الريفرس بايس لا، هيكون اوبن سيركت والبطاريه ملهاش وجود اصلا، لان مفيش تيار، مش فارقه معايا في اي حاجه، فبالتالي مفيش اي تربي بار، وده الشكل الكاركترستكس بتاعته بعامل بالشكل ده، تمام. طب العلاقه بقى الرياضيه بتاعتنا تبقى عامله ازاي؟ الاي اف مثلا التيار ماشي، عامل هيكون الفي على الار. طب الفي ايه؟ الفي بايس ناقص الفي اف. من قانون كيرشوف عادي ممكن نجيبها، ان مثلا ده في بايس ناقص الفي اف على R2 بتساوي الاي في الار، الاي اف في الار، تمام. واخدين بالكم حاجه زي كده؟ السيركت ساعات، تمام. بس لحد كده ده البراكتيكال دايت. في بقى الكومبليت دايت، قال لك خلاص هتعتبر بقى الديناميك ريزيستنس موجوده ونشوف ايه اللي هيحصل، والريفرس كارنت موجود برضه، تمام. فبالتالي دي البطاريه الخارجيه عادي، ودي المقاومه بتاعتنا، ادي البارير بوتنشال، وادي الديناميك ريزيستنس، عوضت عنها بقيمه مقدارها الار دي ايا كان يعني، تمام. ففي حاله الفورورد بايس الار دي ايه؟ قيمتها صغيره عادي يعني، ايا كان موجوده بس قيمتها صغيره، تمام. في حاله الريفرس بايس، الريفرس بايس اللي بيحصل ده بقت اوبن سيركت، التيار ده بعد ما كان شورت سيركت هيبقى اوبن سيركت، تمام. والديناميك ريزيستنس قيمتها كبيره جدا، قيمتها كبيرة، هتخلي التيار اللي يمر طب في تيار بيمر اللي هو الانفرس كارنت، بس قيمته تكاد لا تذكر، تمام. وساعتها بقى نشوف الكاركترستكس بتاعتنا في الفورورد بايس، مثلا مفيش تيار لحد 7 من 10، ده بسبب البارير بوتنشال، وبعد البارير بوتنشال بيزيد، بس بيزيد بشكل مش منتظم. طب بشكل مش منتظم ليه؟ بسبب الديناميك ريزيستنس. فاكرين احنا لما قلنا في الرسمه دي، اصلا الرسمه بتاعتنا دي هي عامله كده ليه؟ بسبب الديناميك ريزيستنس. طب ما انا خلاص افترضت الديناميك ريزيستنس موجوده، فبالتالي بيزيد بشكل مش منتظم، بيزيد بالشكل ده، تمام، مش بشكل خط مستقيم. وهنا في الريفرس بايس بدا يظهر انفرس كارنت، تيار عكسي بدا يظهر، تمام، لانه قلت هفترض ان هو موجود، تمام. ممكن حد يسال ليه؟ تمام ماشي، ما دام اعتبرنا كلهم موجودين، ما دام ده كومبليت دايود، ليه ما مش نفس الشكل الرئيسي؟ ليه الشكل ده؟ ليه متغير بالشكل ده؟ اقول لك لان مش دول بس الثلاث عوامل، في عوامل تانية كتير، عوامل تانية كتير طبعا مش علينا لان الموضوع هيبقى معقد. والعوامل التانية الكتير اللي اعتبرهم وما اهملهمش هو تشوكلي، تشوكلي دايت موديل ده اللي ما اهملش اي عامل، اعتبره ويهتم بيهم كلهم، عشان كده طلعت بالشكل ده، وده كان شكل العلاقه، تمام. بس هنا بالنسبه لنا الموضوع متغير شويه، تمام. فبالتالي الاي اف بتساوي ايه؟ الفي توتال على ار توتال، الفي توتال اللي هو الفي بايس ناقص 7 من 10 ناقص 7 من 10 عادي، على ار توتال اللي هو الار دي الدايناميك ريزيستنس زائد الار لود الار بتاعتنا اللي هي موجوده في الرسم عادي، تمام. وده اكزامبل موجود عادي، نحل مثلا سوا. ده الفي بايس مثلا كانت ب 10 فولت، وهنا الار ليميت مثلا ب 1 كيلو اوم، وده هنا دايد، الدايد ده متوصل توصيل امام، ده فورورد بايس، تمام، لان القطب الموجب للبطاريه مع البي تايب والقطب السالب مع الان تايب، تمام كده. فنشوف مثلا حل المساله، ادي الفي اف ب 0 فولت لان ده ايديال دايت، قال لك هتعتبره مره ايديال، مره براكتيكال، مره كومبليت. فمثلا لو كان ايديال دايت يبقى البارير بوتنشال بصفر، الفي اف بصفر، يبقى الاي اف بتساوي ايه؟ الفي بايس على الار، يبقى 10 على 1 كيلو اوم تطلع ب 10 مللي امبير، تمام. والبراكتيكال دايت اللي هيحصل، بقت الفي اف بكام؟ 7 من 10، بقى في بارير بوتنشال، يبقى الفي بايس ناقص البارير بوتنشال، تمام. عشان التيار يعني عشان يكون التيار يعدي اصلا، لازم يكون الجهد الموجود اعلى من البارير بوتنشال، تمام. فبالتالي في 7 من 10 هيستهلكوا من البطاريه عشان الطريق ده يبدا يمر، تمام. فهتبقى 10 ناقص 7 من 10 على المقاومه اللي هي 1 كيلو اوم تطلع 3 من 10 مللي امبير عادي. طب لو كانت في دايناميك ريزيستنس، الار توتال بقى مش هتبقى 1 كيلو اوم بس، هتبقى 1 كيلو اوم زائد 10 اوم، تمام، اللي هي الار دي اللي هي الدايناميك ريزيستنس، تطلع 29% ملي امبير، مش هيفرق معايا كتير قوي يعني، ما بقتش كتير. بس كده نشوف بقى الامثله مهمه كتير. نفسها مثلا ده بطاريه، ده متوصل توصيل ايه؟ فورورد بايس، القطب الموجب بالبي تايب والقطب السالب بالان تايب، تمام. فالتيار ماشي كده عادي، هو عايز مطلوب مني ايه؟ عايز الفي دي الفي دايد، وعايز الفي ار الفرق الجهد على المقاومه، وعايز الاي دي التيار اللي ماشي في الدايت، تمام. نحسبها مع بعض. اول حاجه
الفي دايت ده سيليكون، قال لي ده سيليكون قبل ما غير اي حاجه ب 7 من 10، لان السيليكون البارير بوتنشال بتاعته ب 7 من 10 تمام، فده ب 7 من 10 قبل اي حاجه، الفي دايت ب 7 من 10 تمام. الفي ار اول حاجه احنا بالنسبه لنا في بطاريه 8 فولت، انت ممكن تطبق قانون كيرشوف. طبق قانون كيرشوف ازاي؟ يعني انت مثلا تشيل السيليكون الدايت وتحط مكانه بطاريه 7 من 10 تمام، ومتوصلها توصيل عكسي، وتقول 8 ناقص 7 من 10 بتساوي الاي في الار تمام، بس انت ما معكش الاي. فعايزين بقى نتعامل مع، هنتعامل مع المثلث دي ازاي بقى؟ اول حاجه في قانون بقاء الطاقه اللي هو الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم تمام، فبالتالي لازم الفولت المتولد بيساوي الجهد المستهلك، ده شيء طبيعي، ما ينفعش مثلا نولد جهد في الفاضي او نستهلك جهد مش موجود، مش حاجه اسمها كده. فانا عندي بطاريه مدياني كام فولت؟ 8 تمام، 8 فولت، فانا بالتالي كل الجهد اللي عندي 8 فولت، استهلكت 7، 7 من 10 عشان اقدر ان انا اكسر البارير بوتنشال بتاعت السيليكون بتاعت الدايت تمام. تمام، اتبقى معايا كام؟ 7 و3 من 10 تمام. في حاجة تانية غير المقاومة دي؟ لا، يبقى المقاومة دي هي اللي استهلكت 7.3 من 10 فولت كاملين، يبقى الفي ار 7.3 من 10، اي ناقص الفي دايت تطلع ب 7.3 من 10. فاهمين الجهاز ازاي؟ تمام. طب الفي بتساوي ايه؟ الاي في الار. عموما الفي بتساوي الاي في الار، ده اللي هو القانون العادي، فبالتالي الفي ار بتساوي الاي ار في الار تمام. طب الاي دي هنا هتساوي كام؟ الفي ار على ار اللي هي 7.3 من 10 على 2.2 من 10 كيلو اوم، تطلع 3.32 مللي امبير تمام. مثال تاني مثلا، هنا مثلا يقول لي ده جهد مثلا، عايز الفرق بين حاجه بس صغيره كده لازم نكون فاهمينها، الفرق بين ايه؟ كلمه الجهد وفرق الجهد. جهد ده يعني جهد نقطه، نقطه يعني النقطه دي مثلا، النقطه دي، النقطه دي، عايز اعرف جهد النقطه دي. فرق الجهد عايز اعرف فرق الجهد ما بين المقاومه، يعني نقطه قبلها ونقطه بعدها تمام، وقلنا ان الجهد يعني الشغل بيتبذل تمام. فتعال مثلا نشوف مساله زي دي مثلا، هنا بيقول لي في هنا 5 من 10 فولت، 5 من 10 فولت يعني بيقول لي في هنا بطاريه متوصله توصيل امامي، يعني القطب الموجب هنا، ده هنا القطب الموجب تمام، والسالب بعدها يعني متوصله توصيل امامي. طب تمام، مقدارها كام؟ 5 من 10 فولت، نص فولت تمام، والضاد ده كده متوصل توصيل امامي عادي. عايز الايه؟ عايز الفي دي والفي ار والاي دي. اول حاجه ال 5 من 10 فولت ده سيليكون، يعني ايه براكتيكال دايت تمام، يعني 7 من 10 تمام. طب ما ده 5 من 10، هل 5 من 10 كفايه ان احنا نكسر البارل بوتنشال ونعدي الدايت ده ويبقى ساعتها اوبن سيركت؟ لا طبعا، فبالتالي ولا كان موجود، ولا كان ال 5 فولت موجودين، ولا فرقوا معاه في اي حاجه، مفيش تيار بيمر برضه. يبقى اول حاجه الاي دايت بصفر، مفيش تيار بيمر في الدايت اصلا، لان الجهد مش كفايه ان احنا نكسر البارير بوتنشال تمام. بعد كده بقول لك يعني سامعني؟ سامعني يا احمد؟ تمام. عشان بس عايز افهم حاجه، الخمسه على 10 دي طب انا عايز اخليها قطب، هرسمها ازاي؟ هترسمها، استنى هقول لك ترسمها ازاي. افتح لك البنت تمام، هترسمها كده يعني مثلا كانت من 5 من 10 فولت، بما انها موجب يبقى ده القطب الموجب هنا القطب السالب، وبعد كده الدايد عادي. يعني شلتها الموجب وقعدت مكانها اخليها حته البطاريه، عوضت مكانها البطاريه تمام، والقطب الموجب فين والقطب السالب فين هو اللي بيحدد الاشاره، يعني لو الاشاره كانت قايل انها 5 من 10 فولت تمام، فكنا 5 من 10 فولت يبقى دي بطاريه 5 من 10 فولت تمام، والقطب الموجب ناحيتي، القطب الموجب الناحيه دي لانها بالموجب. طب لو كانت سالب 5 من 10 فولت كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيبقى القطب السالب هنا والقطب الموجب هنا تمام، تمام ويبقى قيمه 5 من 10 برضه، بس انت بس هتعكس القطبين مع بعض تمام. ماشي تمام 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 فبالتالي انا عندي 5 من 10 فولت مش كفايه، احنا ممكن نمشيها مثلا جهد نقطه بنقطه، او ممكن نمشيها على انها ايه بطاريه، بس لو مشينا جهد نقطه بنقطه، جهد النقطه دي 5 من 10 فولت مش كفايه ان هو يكسر البارل بوتنشال ويعدي الدايت، فبالتالي الاي دايت هيبقى بصفر. طب الفي ار، الفي ار الفي ار بتساوي ايه؟ الاي في الار. طب ما هو مفيش تيار برضه، هو نفس الكلام، يبقى الفي ار بصفر. طب تمام، الفي دايت بقى بكام؟ في واحد مثلا يقول لي هي 7 من 10،
هتقولي ده السيليكون، فبالتالي فرق الجهد عليه بثمن اخر. بس حلو الكلام ده، نبدا ونعرف ليه كان هنا لما قلنا السيليكون بثمن اخر. اول حاجه مثلا هنفترض ان الفولت مثلا بيمشي، يعني بيزيد واحده واحده، يعني مثلا بيبقى 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، 7 من 10، لحد ما يوصل 8. تمام، هو طول ما هو لو 1 من 10 مفيش تيار بيمر، 2 من 10 مفيش تيار بيمر، 3 من 10 لحد 7 من 10 مفيش تيار بيمر، بعدها التيار يبدا يمر. تمام، طب قبل ال 7 من 10 الجهد، فرق جهد الدايود ده، مش احنا قلنا الدايود مثلا بيتعامل كانه هو بطاريه؟ طب البطاريه دي مش قلنا انها بتتشحن؟ بتتشحن. طب تمام، هو انا ينفع اقول لك مثلا انا هشحن بطاريه، البطاريه فيها شاحن اكتر من اللي انا بشحنه بيها؟ يعني انا لو جاب مثلا باور بانك، الباور بانك ده في مثلا ان هو يشحن البطاريه بتاعتي 50%، اقول لك بطاريتي بقى فيها 70؟ مفيش حاجه اسمها كده، انت اصلا الطاقه اللي معاك تكفيك ل 50، تقول لي انا بقى معايا 70؟ ما ينفعش. فبالتالي فرق الجهد على الدايود هو بيساوي فرق الجهد الخارجي اصلا. تمام، طب افرض فرق الجهد الخارجي كبير اكبر من 7 من 10، طب ماشي، طب مفيش مشكله، ما الباقي راح على المقاوم والمقاوم استهلكت الباقي. تمام، ففي الحاله دي، في الحاله دي الجهد اللي معانا كان 5 من 10 فولت، كان قليل. تمام، فبالتالي هو مش كفايه ان هو يعدي ويكسر البارير بوتنشال، بس على الاقل شحنها وخلى فيها، او خلى مثلا الفرق الجهد عندها ب 5 من 10. ده مبدئيا. سيبك من الطريقه دي، لو مش مثلا مش مرتاح، لو مش فاهم مثلا الاسلوب ده ممكن نمشيها بالنقط. النقطه دي جهدها كام؟ 5 من 10، مش دي نقطه قبل الدايد؟ قبل الدايد نقطه 5 من 10. تمام، هو عايز الفي دايد، الفي دايد فرق الجهد تاني، لما قلنا فرق الجهد يعني فرق الجهد ما بين نقطه اكتر ونقطه بعد، يعني المقاومه كان فرق بين نقطه هنا ونقطه هنا. تمام، طب فرق الجهد ما بين الدايد نقطه قبله ونقطه بعده، نقطه قبله دي 5 من 10 فولت، طب نقطه بعده دي بكام؟ صفر. صفر ليه؟ طب لانها متصله بالجراوند، والجراوند فرق الجهد عنده بصفر، يبقى 5 من 10 ناقص صفر تطلع ب 5 من 10 فولت. اي طريقه انت تحبها، الطريقه اللي تفهم بيها براحتك، اللي انت مرتاح له. بس ايه، طب بقول لك يا احمد، ايه اتفضل. طب ايه الفرق بين في السؤال ده والسؤال، ولا السؤال اللي قبل ده واللي قبل قبليه تقريبا، لما قال هات الفي دايود، فانت قلت ب 7 من 10، ليه ما قلتش رقم تاني؟ ليه قلت 7 من 10؟ لان البطاريه، يعني انت ليه اللي حوالين الدايود، انما اللي في السؤال تمام هو، ايوه هو ده. تمام، هنا مثلا تمام فاهم. تمام، اول حاجه السبب لان البطاريه 8 فولت، البطاريه كبيره. احنا لو قلنا مثلا، قلنا لو افترضنا البطاريه بتبدا تزيد واحده واحده، يعني 1 من 10، 2 من 10، طب لو هي لو ب 1 من 10 كان ساعتها الفي دايد هيبقى ب 1 من 10، ما هو انت مش هتجيب لي فرق. احنا مش قلنا من شويه ان الطاقه ما بتجيش من العدم؟ تمام، هتقول لي ازاي فرق الجهد هنا ب 7 من 10 وكل اللي انا مديهولك اصلا 1 من 10؟ ازاي تقول لي انا شحنت 7 من 10 وانا اصلا مديك 1 من 10 تشحن بيه؟ تقول لي بقى انا شحنت دي بس لوحدها ب 7 من 10، ما ينفعش. او ممكن تفهمها، بس انا برجع لك بدري، بس مش مهم. يعني انت تظن ان انا بخليها 7 من 10 لما الجهد اللي يعني عليها بص دي مثلا، مش فاكر انت دي اللي هو كان الثلاث احوال، اللي هو النو بايس، مفيش جهد اصلا، والريفرس والفورورد. ركز في النو بايس، ركز فيه. الفي دايت بكام؟ صفر. هتقول لي الديبليشن ريجن، الديبليشن ريجن موجود، ماشي هي موجود. عارف يعني ايه الديبليشن ريجن؟ الديبليشن ريجن يعني في سد محتاجين نكسره. طب هل السد ده معناه ان في فرق في الجهد اصلا؟ لا، فرق الجهد بصفر، في دايت بصفر. ليه؟ طب ازاي في دايت بصفر؟ ما الديبليشن ريجن موجود اهي، 7 من 10 لو سيليكون موجود اهي يا حبيبي. دي الديبليشن ريجن، يعني الديبليشن ريجن يعني بيقول ايه؟ يعني في سد هنا، في هنا مانع عشان الالكترونات تتحرك، لازم يكون فرق الجهد اعلى من 7 من 10. طب انت جهدك كام يا حبيبي عشان نوصل لك 7 من 10؟ جهد بصفر. خلاص، يبقى نحط لك بطاريه اعلى من 7 من 10 عشان نقدر نعدي. تمام؟ فلو رجعنا مثلا المساله بتاعتنا، المساله بتاعتنا فين؟ دي مثلا، هنا مثلا هنا 5 من 10، طب الدبليشن ريجن موجود؟ تمام، 5 من 10، هل كفايه ان احنا نكسر الدبليشن ريجن ونعدي؟ لا، الدبليشن ريجن تفضل موجود والتيار مش هيمر، مفيش تيار، مفيش الكترونات بتعدي، لان الجهد اللي داخل اقل من الجهد الكافي ان احنا نكسر الدبليشن ريجن. تمام، بس طب فرق الجهد على الدايت بقى بكام؟ بقى ب 5 من 10، بقى البطاريه اللي انا مديها لك. فهمتها كده؟
يعني انا بشوف يعني انا بشوف ان الجهد اللي حامل ده بكام، لو ما عداش ال 7 من 10 ايوه بشوف هو بالظبط. بشوف ايوه هو يعني لو دي كانت مثلا، لو دي كانت 5 4 من 10 3 من 10 يبقى الفي دوت هيكون ب 3 من 10. طب لو في، لو دي مثلا كانت ب 7 فولت كان ده هيبقى ب 7 من 10. ليه ب 7؟ ليه ب 7 من 10؟ لان اخره 7 من 10. طب والباقي هيروح فين؟ هيروح على المقاومه بقى، ما هو الجهد بيتوزع على التوالي. تمام فاهم، تسلم. مثال تاني، احنا امثله كتير طبعا لان الدايت امثله طبعا وبيجي عليه كذا مثال اصلا في الامتحان، فعشان نكون فاهمين الموضوع عامل ازاي. هو في مساله ده عايز مني الفي نوت والاي دي، الفي نوت والاي دي والفور ذا سيريس سيركت. مديني دايره دي 12 فولت، ده جراوند يعني صفر، حطيت لي دايت اول سيليكون، وحطيت لي ليد احمر لونه بيكون قيمته 1.8 من 10 فولت، البارير بوتنشال بتاعته 1.8 من 10، ده رقم محفوظ عادي زي السيليكون الجرماني، هو هيديه لك تمام. فبالتالي احنا ايه، شلنا الدايود الاول وحطيت مكانه 7 من 10 عادي. بس قبل حاجه، قبل ده هو مثلا، هو هنا مديني انبوت بكام؟ ب 12 فولت، موجب 12 فولت، مش موجب 12 فولت. فبالتالي شلته وحطيت مكانه بطاريه تمام. البطاريه هخلي القطب الموجب بتاعها ناحيتي لانها بالموجب، طب لو كانت بالسالب كنا هنعكس الاقطاب بس مش اكتر تمام. السيليكون بقى البطاريه بتتوصل توصيل عكسي، احنا لو مثلا ماشيين بالاتجاه ده، لو ماشيين بالاتجاه السهم ده، احنا كده عدينا على السالب الاول وبعد كده الموجب، بس هنا عدينا على الموجب الاول وبعدين السالب، فبالتالي ده متوصل توصيل عكسي وده متوصل توصيل عكسي تمام. فانا كده عندي التو دايودز متوصلين توصيل عكسي، سواء الدايود اللي هو باسم السيليكون او الليد تمام. فانا شلت الاول وحطيت مكانه بطاريه 7 من 10 فولت، والثاني بطاريه مقدارها 1.8 من 10 فولت تمام، والمقاومه 680 اوم موجوده عادي. وعايز الفي نوت، الفي نوت يعني فرق الجهد عند النقطه دي، النقطه دي تمام. في كذا طريقه انك ممكن تجيبها بيها، احنا قلنا ممكن نمشيها فرق الجهد نقطه بنقطه، وممكن نمشيها بالبطاريات عادي. يعني لو مسيناها مثلا نقطه بنقطه، النقطه دي مثلا 12 فولت تمام، في 7 من 10 هيستهلكهم وهنستخدمهم في ان احنا نعدي الدايود الاول تمام، بقى معايا كام؟ 11 و3 من 10، وفي 1.8 من 10 هيستهلكهم في ان احنا نعدي الدايود الثاني تمام. هيتبقى معانا كام؟ 11 و3 من 10 ناقص 1.8 هيتبقى معانا كام؟ 9.5 فولت. يبقى الجهد النقطه دي ب 9.5 فولت، يبقى الفي نوت ب 9.5 فولت. ممكن تبقى مثلا 12 فولت ناقص 2.5 فولت وخلاص اتحلت عادي تمام. وبعد كده مثلا هنقول بقى ايه، 9.5 فولت اللي جاي هنا، طب من الجهد اللي داخل ده، طب ما هو فرق الجهد عن المقاومه. ازاي فرق الجهد عن المقاومه؟ احنا قلنا من شويه ان فرق الجهد يعني فرق الجهد بين نقطتين تمام، ادي نقطه قبل المقاومه، طب نقطه بعد المقاومه اهي بقى بصفر، ما هو بنتوصل بالجراوند، يبقى الفي نوت ناقص صفر تمام، اللي هو طريقه النود اناليسيس لو فاكرين في السيركت، ما هي دي طريقه النود اناليسيس اصلا تمام. فبالتالي انا عندي هنا فرق الجوده ما بين المقاومه دي هو 9.5 فولت خلاص. يبقى الاي دي بتساوي الاي في الار، او بتساوي في ار على ار، بتساوي في نوت على ار، ايا كان اللي انت الطريقه انت تحل بيها، هيطلع معاك 13.97 مللي امبير تمام. يعني 9.5 فولت على 680 اوم هيطلع الرقم ده تمام. ده مثال لو في اي مشكله اي حد يسال يا جماعه. بعد كده بقى ايه الدايتز بقى في البارلل والسيرس كونفيجريشن، هنوصل بقى الدايتز مع بعضها وتفصيل توالي وتوازي ونشوف الفرق ما بينهم والدايتز هتتصرف ازاي. ده مثلا هنا مثلا في الكونفيجريشن هنا، دي بطاريه عادي 10 فولت وفي مقاومه 33% كيلو اوم، في دايت اول وفي دايت تاني متوصلين مع بعض توازي، وعايز الفي نوت. نجيب الفي نوت ازاي؟ اول حاجه عادي هنشيل الدايت الاول وحاطين مكانه 7 من 10 فولت تمام، والمتوصل توصيل عكسي، الموجب هنا هيتوصل مع الموجب هنا اللي هو سالب موجب، هتبقى موجب سالب من الناحيه دي تمام، عشان تكون البطاريه بتشحن. والدايت الثاني نفس الكلام تمام، او ممكن تريح نفسك تشيل البي تايب وتحط مكانها قطب موجب، والان تايب وتحط مكانها قطب سالب، هي نفس الفكره تمام. التيار ماشي بالنسبه لنا مثلا، التيار ماشي عادي، الاي توتال اللي هو الاي واحد ماشي، وهيتجزأ على فرعين، اي دايت اول واي دايت الثاني تمام، واي دايد الاول بتساوي الاي دايد الثاني. طب ليه؟ لان نفس الجهد نفس كل حاجه، فمفيش اي فرق. وفرق الجهد على الدايد الاول اللي هو البرانش ده بيساوي فرق الجهد على البرانش ده،
لان فرق الجهد في التوصيل بالتوازي متساوي، مفيش فيه اي فرق ما بينهم. تمام، نشوف مثلا اللوب ده. اللوب ده هنطبق مثلا قانون كيرشوف، عايز تحل باي طريقه ايا كان. كيرشوف مثلا هتكون مثلا 10 فولت ناقص 7 من 10. يبقى احنا ماشيين، لو خدنا مثلا الطريق ده، لو خدنا الطريق ده يبقى 10 ناقص 7 من 10 على بتساوي الاي في الار توتال. يبقى الاي ناقص الفي دي اللي هي 10 ناقص 7 من 10 بتساوي الاي، الاي توتال في الار توتال اللي هي 33 من 10 كيلو اوم. تمام، لو ضربت ممكن بقى يبقى الاي بتساوي 10 ناقص 7 من 10 على 33 من 100 كيلو اوم. انت كده جبت الاي الكليه عادي من قانون كيرشوف مثلا في اللوب ده. تمام، جبت الاي كليه. الاي كليه دي توزعت على برانشين بكام؟ بنفس بطرق متساويه. يبقى الاي دي 1 بتساوي اي دي 2 بتساوي الاي توتال على 2. تمام، تطلع ب 14.9 مللي امبير. تمام، انت كده جبت التيار اللي ماشي في الدايد الاول وجبت التيار اللي ماشي في الدايد الثاني. طب الفي نوت بكام؟ الفي نوت 9 من 10. ليه ب 7 من 10؟ ليه الفي نوت 9 من 10؟ ببساطه احنا قلنا ان هو الفي نوت هو عايز فرق الجهد اللي بره ده اللي هو بين النقطتين دول. نخلي بالنا بس، هو بيطلب الفي نوت دايما ما بيطلبش فرق جهد، ممكن يطلب جهد نقطه، ممكن يطلب فرق جهد ما بين نقطتين. فنخلي بالنا هو طالب ايه بالظبط. فهو هنا طالب الفي نوت، النقطه دي هي هي النقطه دي، والنقطه دي هي هي النقطه دي. طب تمام، فرق الجهد من هنا هنا كام؟ 7 من 10 اللي هو السلك، مظبوط؟ مش هنا اللي شلناه وحطينا مكانها بطاريه 7 من 10 فولت. تمام، يبقى جهد البرانش ده كله 7 من 10، الجهد اللي في البرانش ده كله ب 7 من 10. تمام، يبقى الفي نوت ب 7 من 10. في حاجه بقى لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. واحد يقول لي طب تمام، طب ما المفروض البرانش ده من هنا، من هنا لحد هنا 7 من 10. اقول لك اه صح، معاك حق. هتقول لي ازاي دي 10 فولت؟ اقول لك لا، في هنا 10 فولت بيشحن، وفي هنا 9.3 من 10 هيستهلكوا في المقاومه دي. هو ما طلبش مني الفي ار، بس لو طلب الفي ار هنجيبه، هتطلع ب 9.3 من 10. تمام، احنا خلي بالنا ان عشان التوصيل على التوازي الفولت ثابت، فبالتالي جهد البرانش الاول بيساوي جهد البرانش الثاني بيساوي جهد البرانش الثالث اللي هو ده. طب ما ده برانش مهما كان، هو برانش برضه، حتى لو في مقاومه وفي بطاريه ما هو برضه برانش عادي ومتوصل توازي معاه، كلهم متوصلين بالجراوند تحت. تمام، فبالتالي جهد البرانش ده كله ب 7 من 10 برضه. تمام، فده لو ده 10 فولت يبقى الفرق الفي ار بكام؟ بكام؟ ب 10 ناقص مثلا الفي ار بتساوي 7 من 10، تطلع ب 9.3 من 10 فولت. تمام كده، احنا جبنا الفي ار ب 9.3 من 10 فولت. دي كان طريقه ممكن نجيب بيها الاي اصلا من غير قانون كيرشوف. كان ممكن مثلا نقول 10 ناقص 7، احنا كده جبنا التيار اللي ماشي، جبنا الفي ار، والفي ار بتساوي الاي في الار، ونجيب الاي بعدها. فاهمين الفكره؟ طب في كذا طريقه انت ممكن تحل بيها، الطريقه اللي تريحك. ممكن قلنا نمشي بطريقه النقط او طريقه البطاريات وفرق الجهد وتطبق قوانين اللي انت مرتاح له اكتر. في بقى حاجه مهمه قوي لازم نكون فاهمينها. هنا مثلا في تو دايت مديني هنا جهد النقطه دي ب 12 فولت، ومديني تو دايت، دايت سيليكون ودايت ليد جرين. تمام، الليد البوتنشال بارير بتاعت الجرين 2.2 فولت، والسيليكون احنا عارفين هو 7 من 10. تمام، هو عايز الفي نوت. خدنا بالنا المره دي الفي نوت ايه؟ نقطه، جهد نقطه، مش فرق جهد، جهد نقطه بس. تمام، هنمشيها ازاي؟ اول حاجه احنا قلنا دي 12 فولت، ممكن نشيلها ونحط مكانها بطاريه 12 فولت. تمام، عادي مش هتفرق، او ممكن تخليها زي ما هي 12 فولت عادي. ايه اللي حصل؟ حصل حاجه غريبه، ان هنا ال 12 فولت اكبر من 7 من 10 واكبر من 2.2 من 10 برضه، يعني اكبر من الاثنين. يعني المفروض اصلا التيار يمشي في البرانشين، بس احنا لاحظنا ان التيار مش في برانش واحد بس، مشي في ده ومشيش في ده، وكمل والفينت هتطلع هنا بس. ليه؟ لان احنا قلنا مثلا لو افترضنا ان التيار بيبدا مثلا ايه، يبدا يزيد تدريجي كده، تدريجي لوحده، يعني خطوه بخطوه. كان مثلا 1 فولت، بعد كده بقى 2 فولت، بعد كده بقى 3 لحد ما وصل 12. تمام، لو 1 من 10 مفيش، لا هيمشي هنا ولا هنا. لو 5 من 10 لا هنا ولا هنا. لو 7 من 10 هيعدي من هنا من البرانش ده، لان البوتنشال بارير بتاعت البرانش ده 7 من 10. حلو، عدى من البرانش ده. طب تمام، بقى 8 من 10، هو ما عادش متحير او مثلا بيختار ما بين برانشين، لا هو في برانش واحد قدامه، هو خلاص في اوريدي برانش، في برانش في تيار ماشي فيه، فخلاص كل طيار، كل الفولت بعد كده هيمشي في البرانش ده اللي هو 7 من 10 فولت. تمام، والبرانش الثاني ده بيفضل اوبن سيركت طول الوقت،
شايفين هنا مثلا، يعني شايفين الرسم ده بيقول ايه؟ ان ان الفولت فضل يزيد 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 لحد ما وصل 7 من 10. طب وبعد ال 7 من 10 ما جالوش، ما فيش اصلا جهد تاني يوصل له، لان الجهد التاني كله كان في البرانش التاني اصلا. تمام؟ فاهمين حاجه زي كده؟ فبالتالي بقى الجهد النقطه دي بكام؟ انا كان مثلا معايا 12 فولت انبوت داخل 12 فولت، استهلكنا 7 من 10، هيتبقى لي 11 و3 من 10، يبقى الفي نوت هنا ب 11 و3 من 10، فرق الجهد النقطه دي ب 11 و3 من 10. طب فرق جهد المقاومه بكام؟ فرق الجهد على المقاومه بكام؟ ب 11 و3 من 10 برضه. ليه؟ نقطه قبل المقاومه هي دي ب 11 و3 من 10، طب نقطه بعد المقاومه هي دي مثلا بكام؟ صفر، يبقى 11 و3 من 10 ناقص صفر تطلع ب 11 و3 من 10. طب لو ده مثلا ما كانش الجراوند، يعني دي ما كانش جراوند، دي ما كانتش بصفر مثلا، كان في هنا مثلا كان مديني هنا كاتب لي هنا مثلا فولت تاني مقداره 5 فولت مثلا، يبقى ساعتها جهد الفي نوت، الفي نوت ب 11 و3 من 10 زي ما هي، بس فرق الجهد عن المقاومه هيكون 11 و3 من 10 ناقص 5، ناقص 5، فساعتها هيكون كام؟ 6 و3 من 10. تمام كده؟ بس نخلي بالنا اهم حاجه ان لما يكون مثلا في تو برانشز لتو دايودز مختلفه، لتو دايودز مختلفه، فبالتالي هو يمشي في البرانش البلد بوتنشال بتاعته اقل، مش في البرانشين اسمه ده، في برانش واحد بس. تمام؟ ودي اهم حاجه نكون فاهمينها بس. طب بقول لك، ايه؟ بقول لك يعني هو عند النقطة اللي هي كانت جهد بتاعها 12 فولت تقريبا، هل هي موجب 12 فولت؟ اه ما هي موجب 12 فولت، 12 يعني موجب 12. ايوه يعني فاهم. تشيلها وتحط مكانها بطارية. عادي، ما هو كأني شلتها وحطيت بطارية، بس يعني بيختصر بس في الموضوع. تمام. حاجة بقى مهمة قوي اللي هي الاند والاور جيتس. تمام؟ الاند والاور جيتس ايه هما دول اصلا؟ الاند والاور جيتس دي تقريبا هو السبب الرئيسي اللي بندرس اصلا الالكترونيكس بسببه، الاند والاور جيتس. تمام؟ هندسه ايه؟ في سؤال؟ مين بيتكلم؟ حد بيتكلم؟ ممكن بس السؤال اللي فات؟ اللي فات بس، عشان بس التليفون النت فصل عندي بس، بس يعني تمام. لو عندي برانشين مثلا، في تو برانشز دايتس مختلفه، يعني دايتس مش من نفس النوع، يعني مثلا سيليكون وجرمانيوم، سيليكون وليد جرين مثلا، هل لو في مثلا الفولت لو كبير كفايه ان هو يعدي من الاثنين، هل هيعدي من الاثنين ولا هيختار واحد بس منهم، وهيختار مين ويمشي فيه وليه؟ تمام؟ بيختار الاقل في البوتنشال بارل بتاعته. ليه؟ لان افترضنا مثلا الالكترونز، احنا قايلين الالكترونز بتمشي عادي، القطب السالب يعني مثلا هنا في هنا الكترونات ماشيه. تمام؟ فالالكترونات ماشيه بطريقه معينه لحد ما توصل، تفضل تزيد 1 من 10 2 من 10 لحد ما توصل 7 من 10. هنا كان 7 من 10 وهنا برضو كان 7 من 10. تمام؟ تمام، بس لما وصلنا هنا 7 من 10 قدرنا نكمل، قدرنا نمشي عادي. تمام؟ قدرنا لقى فيه خلاص اتغلب على البوتنشال بارير، وبقى هنا بيقدر التيار بيمشي، فيه تيار بيمشي، بس هنا لا ما وصلناش، هنا لازم توصل ل 2 و2 من 10. تمام؟ فاهمني؟ فبالتالي مثلا لو بقى 8 من 10، ال 8 من 10 الزياده دي هتروح فين؟ هتعدي من هنا مش من الناحيه الثانيه، لان خلاص انا اوريدي اصلا عندي مسار، عندي في مسار بيمشي فيه الكترونات. تمام؟ فمش محتاج ان انا ابدا من البدايه ثاني، مش محتاج ان انا ما عنديش، مش ما بقاش عندي برانشين، لا انا عندي برانش واحد دلوقتي، البرانش الثاني كانه اوبن سيركت، كانه مقطوع، كانه مش موجود اصلا. تمام كده؟ اول يعني كان بالنسبه لي في برانشين موجودين لحد ما واحد منهم، لحد ما واحد منهم اتغلبت على البوتنشال بارل بتاعته. يعني مثلا لو بدل الليد جرين ده كان مثلا كان جرمانيوم، تمام؟ كان ايه اللي هيحصل؟ كان مثلا ده 12، هنفضل نزيد مثلا 1 من 10 2 من 10 3 من 10، قدرنا نتغلب على الجرمانيوم، يبقى ده اللي ساعتها كان هيقول، كان هيكون اوبن سيركت، كان ده هيبقى اوبن سيركت، وده هيكون شورت سيركت عادي، والتيار هيمشي، وساعتها الفي نوت كانت هتبقى 12 ناقص 3 من 10 تطلع معاك ب 11 و7 من 10. تمام؟ فهمنا الفكره؟ ما بيمشيش في برانشين، بيمشي في برانش واحد بس. تمام كده؟ تمام يا هندسه. تمام. الاند والاور جيتس بقى دي اهم حاجه حرفيا في الالكترونكس، دي اللي بندرس الالكترونكس اصلا كلها علشان الاند والاور جيتس. اول حاجه اصلا يعني اهم حاجه الناس بتكون فاهمينها ان الكمبيوترز مثلا او اي الكترونيك ديفايس، اي جهاز كهربائي عموما، ما بيفهمش اي حاجه غير حاجه واحده بس، ايه هي؟ ايه؟ الاشاره، الاشاره الكهربائيه. تمام؟ لغه الكهرباء. انا لو عايز اي جهاز مثلا، سواء الكمبيوتر مثلا، ايا كان موبايل ريموت، حتى ايا كان،
يديله كهرباء يفصل عنه كهرباء، تمام؟ فانا بيظهر لي طبعا اهم حاجه الاند والاور جيتس، اللوجيك جيتس ايه هم بقى ووظيفتهم ايه وبيستخدموا فيهم في ايه. في البرمجه لو خدنا برمجه، لو حد فاكر يعني كان بيقول لنا مثلا ايه الانتجر والفرق بين الانتجر والضابط، ده مثلا بيتخزن في 32 بت او 4 بايتس، تمام؟ ويقول لك مثلا الشورت لا ده 1 بايتس بس، واللونج ده 8 بايت، تمام؟ يعني ايه الكلام ده اصلا، وازاي الكلام ده كله بيحصل، وايه علاقه الاند والاور جيتس بالموضوع ده؟ اي رقم بنكتبه، يعني مثلا لو قلنا مثلا انت اكس بتساوي 5، ايه اللي بيحصل؟ الرقم ده بيتحول لباينري لزيرو وانز. دايما بيقولوا لنا جمله الكمبيوتر ما بيفهمش غير الزيرو والواحد، الزيرو والواحد. ايوه يعني ايه زيرو يعني ايه واحد؟ ما انا مش فاهم يعني ايه زيرو يعني ايه واحد. زيرو يعني نو فولتج، نو فولتج يعني ما فيش كهرباء، يعني انا قاطع عن الكهرباء. الواحد يعني انا مديله كهرباء، تمام؟ فبالنسبه لنا مثلا الخمسه، مثلا الخمسه دي بنحولها لباينري. لو طريقه التحويل الارقام الديسيمال لباينري موجوده على النت لو مثلا حد مش عارفها. عموما مثلا الخمسه دي هتكون كام؟ 011000 لحد 8 ارقام مثلا، تمام؟ فبالتالي مثلا الرقم زي ده بالنسبه لنا لو عايزين نخزنه في الميموري، بيتخزن في الميموري ازاي؟ الميموري بتفهمه ازاي؟ بدي بقطع اشاره عن الميموري، وبعدين اديها اشاره، وبعدين اديها اشاره، وبعدين اقطع 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 اقطع. هو كده الميموري خزنت خمسه بمجرد الاشارات الكهربائيه، تمام؟ فاحنا كده قدرنا نفهم يعني اصلا في البرمجه الحاجات اللي احنا بناخدها في البرمجه بنستخدمها ازاي، او في الواقع اللي بيحصل في جزء الهاردوير ايه اللي بيحصل، تمام؟ فهي الفكره كلها في الموضوع ده الزيرو وانز، تمام؟ في بقى طبعا موضوع هتقول لي محشي مش هنخزن ارقام بس، احنا بنخزن مثلا صور وافلام وكلمات وسترنجات وحاجات كتيره قوي، ماشي؟ عشان كده الاند والاور جيتس موجودين. الموضوع بقى متعقد اكتر بكتير، وطبعا في نوت وفي بقى بنخش في الترانزستورز، موضوع معقد قوي. بس البدايه البيزك اللي بدايه خالص الاند والاور جيتس. ايه بقى وظيفتهم؟ الاور جيت تدي له 1 0 1 يعني مدي له اشاره 10 فولت مثلا، تمام؟ الزيرو يعني مفيش اشاره مدي له 0 فولت، تمام؟ بيرجع لي 1 يعني لو في واحد، يعني لو واحد منهم بس في فولت بيرجع لي فولت. طب الاند لازم الاثنين يكونوا اون عشان يديني يرجع لي فولت، ونفهم ده وازاي اصلا بيحصل دلوقتي بالراحه. اول حاجه مثلا الاور جيت عندنا مثلا تو انبوتس، في الانبوت الاول وفي الانبوت الثاني، تمام؟ زي بالظبط مثلا ما بيحصل زي في الميموري مثلا، ما الميموري مثلا لو خدنا بالنا بيكون في سلوك كتير قوي رفيعه موجوده في النص. ايه؟ لا سامع عندك. تقولي مش سامع. هندسه سامعني؟ اه سامع كده. بقول لك ناخد 10 دقايق كده بريك، انا بوصل المغرب كده. لا ما بالظبط ما عادش غير صفحتين بس، 5 دقايق بالظبط هنكون خلصنا. 5 دقايق بالظبط. تمام ونصلي خلاص، تمام ماشي. يعني خلاص في الاخر. المهم يعني فبالنسبه لنا مثلا في تو انبوتس، تمام؟ انا مثلا في الرام، في الرام مثلا، في الرام الانبوتس مثلا بيكون لها كتير كذا انبوت مثلا، تمام؟ انا ممكن اربط 2 منهم ببعض بايه؟ باور جيت. يعني ايه اور جيت؟ يا احمد يا راضي انت قافل المايك ده بجد؟ تمام ثواني يا جماعه. تمام اه والله كنت بعمل حاجه ثانيه معلش. المهم بالنسبه لنا مثلا في الاند في الاورجيت مثلا بالنسبه لنا مثلا النقطه دي ب 10 فولت، تمام؟ وفي دايود سيليكون من نوع سيليكون، فبالتالي البري بوتنشال بتاعته بكام؟ 7 من 10. فلو هنمشيها بالنقط مثلا لو دي ب 10، طب النقطه دي بكام؟ النقطة دي جهدها بكام؟
ب9.3، احنا قايلين عادي احنا بنمشيها نقطه بنقطه، هنا كان ب10، استهلكت 7 عشان اقدر اتخطى السيليكون او الدايل بتاع السيليكون، فبالتالي النقطه دي بقت عندي 9.3. تمام، دي 9.3. طب الدايل ده كده اون، لان ده 9.3 وده هنا صفر، مش ده صفر، والنقطه دي هنا مثلا كانت بالنسبه لي صفر، فبالتالي الدايل ده هيبقى اون. فاهمين الجزء ده ولا الدنيا ضايعه؟ انا هو بس بشوف بس اول حاجه بدرس الدايل، بشوف الدايل ده اون ولا اوف. تمام، الدايل الاول والدايل الثاني، فبالنسبه لنا مثلا الدايل الاول اون والدايل الثاني كان اوف. ليه الدايل الاول اون والدايل الثاني اوف؟ لو ده الشكل مثلا بتاع الدايل الاول، يعني ده كان متوصل ببطاريه 10 فولت، البوينت الاولى متوصله ببطاريه 10 فولت، ادي البطاريه ال 10 فولت. تمام، وادي الدايل الاول عادي زي ما هو، وادي النقطه الثانيه متوصل بالجراوند. تمام، يبقى ده 0 فولت، وادي الدايود الثاني. تمام، والفي نوت عادي دي اللي انا عايز اجيب الجهد عندها، دي الاوت بوت اللي انا باخده، وفي هنا مقاومه عاديه. تمام، انا عايز اشوف الدايود ده اون ولا اوف، وعايز اشوف الدايود ده اون ولا اوف. تمام، بحيث ان اقدر اتعامل معاه. تمام، الدايود الاول احنا طبعا قايلين لازم الجهد اللي داخل هنا يكون اكبر من الجهد اللي داخل هنا. تمام، عشان يكون في الفورورد دبايس. تمام، ويكون اكبر من 7 من 10، مش اكبر وبس، اكبر من 7 من 10. فهنا داخل من 10 فولت، وفي هنا كام؟ صفر، ما هو ده الجراوند متوصل بالجراوند، يبقى 0 فولت. تمام، هنا 10 وهنا صفر، اه عادي، يبقى الدايت ده هيكون اون، فشلناه وحطينا مكانه البارير بوتنشال بتاعته اللي هي 7 من 10 فولت. تمام لحد كده؟ طب الدايت ده الدايت الثاني كانت ب0 فولت، ما فيش بطاريه في الناحيه الثانيه، فكان متوصل بالجراوند ف0 فولت، فهنا ب0 فولت. طب وهنا 0 فولت برضه، طب 0 فولت، طب ما هو كده مفيش جهد بحيث ان احنا نقدر نتغلب على البارير بوتنشال، فبالتالي كان اوبن سيركت. تمام، فاهمين كده ليه؟ فده بالنسبه لنا مثلا كان شورت سيركت، بس حطينا البطاريه عشان البارير بوتنشال، وده هنا كان اوبن سيركت. تمام، الفي نوت بقى بتساوي كام؟ اول حاجه الفي نوت بتساوي هنا 10، استهلكنا 7 من 10، اتبقى معانا كام؟ جهد النقطه دي بكام؟ ب9.3 من 10. طب ما جهد النقطه دي هو جهد النقطه دي، يبقى الفي نوت ب9.3. تمام، فبيقول لك ايه اون ليفل؟ يعني ايه اون ليفل؟ الكمبيوتر اصلا بالنسبه له بيحس يعتبر ده 1 يعني في شحنه جايه، او 0 ب5 فولت، يعني لو جاي له مثلا 2 فولت لا بيعتبره ان هو 0، 3 فولت ده 0 كان ما فيش شحنه، 4 فولت 0، 5 فولت اه بيعتبر ده اون. تمام، لكن مثلا فبالتالي لو اكتر 6 فولت 7 فولت كده في الاحوال دي كلها اون، يعني 1 1 ليفل. تمام، فانا كده مديله 1 هنا ومديله 0 هنا، مديله اشاره من مكان وما اديتش اشاره مكان تاني، ورجع لي كام؟ رجع لي 1. تمام، فدي اسمها الاور جيت. الاور جيت ان انا اديت اشاره في مكان واحد، اشاره في مكان وما اديتش اشاره في المكان التاني، ورجع لي اشاره برضه. تمام، طب تعالى بقى نتخيل في نفس الرسم، في نفس الرسم لو هنا لو حطيت هنا بطاريه تانيه، لو في هنا بطاريه تانيه 10 فولت برضه عادي، ساعتها كان ايه اللي هيحصل؟ الدايت ده كان هيبقى اون هو كمان. طب تمام، فين المشكله؟ مفيش اي مشكله، ما هو الدايت ده كان اون والدايت ده اون، يبقى فرق الجهد على البرانش ده هو فرق الجهد على البرانش ده هو 9.3 فولت، هيفضل برضه هيرجع لي اون برضه. تمام، يعني لو في الاور جيت لو 1 و0 هيرجع لي 1، لو 0 و1 هيرجع لي 1، طب لو 1 و1 هيرجع لي 1 برضه. تمام، طب نشوفها بقى لو 0 0، يعني لو ما فيش جولد، يعني لو شلنا البطاريه ال 10 فولت دي كان ايه اللي هيحصل؟ الدايت ده كان هيبقى اوف، كان هيبقى شورت سيركت. تمام، كان هنا هيبقى شورت سيركت كمان. طب تمام، كده ما فيش اي مصدر لجهد، طب ما كده الفي نوت بكام؟ ب0 فولت. تمام، فكده لو 0 0 رجع لي 0. فاهمين الاور جيت ولا فيها اي مشكله؟ الاور جيت عشان الاور جيت مهم. تمام، تمام، ما بقاش في اي حاجه. تمام، نروح بقى الاند جيت. ده شكل الاند جيت. الفرق ما بينهم، نبص هنا على الفرق ما بينهم. هنا مثلا تو انبوتس عادي، الدايد هنا الموجب الناحيه البي تايب الناحيه دي، والان تايب الناحيه الثانيه، هنا العكس بنعكس التوصيل. دي اول فرق ما بينهم. ثاني فرق، في عندي في بطاريه ثانيه بتتوصل بالليج تحت، الليج اللي هي عند يعني ما بخليهاش متوصله بالجراوند، خليها متوصله ببطاريه مقدارها 10 فولت، او بطاريه تخلي الموضوع اون يعني.
تمام. شكلها يبقى عامل ازاي؟ بعمل كده، ادي الليج الاولى عادي اللي هو كان فيه 10 فولت، ده كان قلنا مثلا لو افترضنا ان الانبوت مثلا الاول ب 10 تمام، والانبوت الثاني ب 0 فولت، مفيش انبوت ثاني، وده البطاريه اللي انا حاططها تمام، ده الفرق اللي ما بينهم. احنا قلنا في الاند جيت لو 1 1 و0 بيرجع لي 0، ولو 0 0 هيرجع لي 0، ولو 0 1 هيرجع لي 0، لازم يبقى 1 1 عشان يرجع لي 1. تعال نشوف الموضوع ده دلوقتي. اول حاجه البطاريه دي ب 10 فولت تمام، يعني جود في جود هنا ب 10 فولت تمام. الدايت ده كان فينا دايت، وكان هنا القطب الموجب الموجود الاول هنا والسالب الناحيه دي تمام. طب ما في هنا برضه بطاريه 10 فولت، طب ما جهد النقطه دي ب 10 فولت بسبب البطاريه، ما هو البطاريه دي لو دي ب 10 يبقى النقطه دي كمان هي ب 10، النقطه دي كمان ب 10، والنقطه دي ب 10، يعني اللي قبله قبل الدايت ب 10 وبعد الدايت ب 10، يبقى فرق الجهد على الدايت بكام؟ بصفر. فاهمين الفكره؟ جاء في 10 من هنا وفي 10 من هنا تمام، فبالتالي فرق الجهد على الدايت بصفر، مفيش اي فرق في الجهد، فبالتالي مفيش طاقه ان احنا نقدر نتغلب على البارير بوتنشال بتاعت الدايت، فبالتالي الدايت هيكون اوف، الدايت كانه مش موجود، فشلنا الدايت خالص تمام. تمام، نبص على الدايت الثاني. الدايت الثاني ده ايه اللي حصل في الدايت الثاني؟ كان في هنا بطاريه 10 فولت، طب ما جهد النقطه دي هيبقى ب 10 فولت تمام، دي بكام؟ صفر، 0 فولت تمام. يبقى هنا 10 وهنا 0، يبقى الدايت هيكون اون، لان احنا لو فاكرين الدايت كان متوصل ازاي كده، هنا 10 دي 10 ودي 0، يبقى الدايت هيكون اون. ممكن نشرحها على دي اسهل، هنا مثلا دي 10 فولت يبقى دي 10 ودي 10، يبقى الدايت اوف، مفيش حاجه هتقدر تتغلب على البارير بوتنشال. طب لو دي 10 فولت، طب ما دي 10 ودي 0، يبقى 10 0 يبقى الدايت ده هيكون اون تمام كده. اه كده الدايت بقى اون، وشلته وحطيت مكانه البارير بوتنشال بتاعته اللي هي 7 من 10 فولت تمام كده. الفي نوت بقى بكام؟ انا عندي 10 فولت هنا تمام. الفي نوت لو لاحظنا مش البرانش ده، هو الفي نوت اصلا معناه ايه؟ يعني جهد النقطه دي عباره عن ايه؟ مش جهد النقطه دي هو جهد البرانش ده كامل؟ ما هو كانهم توازي مع بعض، ما هو النقطه دي مثلا لو كملناها، لو كملتها كده انت وبعدين نزلت مثلا وحطيت اي لود اي حاجه اي حمل ايا كان تمام، فده توازي معاه. طب تمام، جهد البرانش ده كام؟ ب 7 من 10، يبقى جهد البرانش الثاني كله كام؟ ب 7 من 10. 7 من 10 ده 0 ولا 1؟ 0. احنا قلنا مثلا لو 1 2 3 4 0، هو مثلا بالنسبه له الاون او الواحد بيبدا من 5 فولت تمام لحد كده. فبالتالي في الاند جيت احنا كده شفنا ان مثلا لو كانت 1 و0 بيرجع لي 0 تمام، وطبعا لو 0 و1 هيرجع لي 0 برضه. طب نشوف 0 و0 لو دي مثلا، لو هنا برضه مفيش بطاريه، لو هنا مفيش بطاريه برضه، طب ماشي، الدايت ده ساعتها الدايت ده هيكون اون، الدايت ده هيكون اون. نشوف هنا لو دي مثلا اي 1 كانت بصفر، لو الاي 1 كانت ب0 فولت تمام، ساعتها الدايت ده كان هيكون ايه؟ اون، والدايت الثاني هيكون اون. طب ما الفي نوت هي هو الجهد اللي داخل على الدايت الاول، وهو الجهد اللي داخل على الدايت الثاني، طب ما هو بكام؟ ب7 من 10، يبقى الفي نوت ب7 من 10 برضه 0 تمام. نشوفها بقى لو كان 1 و1، لو هنا اي 2 بدل ما هي 0 فولت خليتها 10 فولت، لو الاي 2 بدل ما هي 0 فولت تبقى 10 فولت، ايه اللي هيفرق بقى معايا؟ هيفرق معايا كتير قوي. والاي 1 برضه ب10 فولت زي ما هي، الاي واحد لما تكون ب10 فولت يبقى ساعتها الدايت ده هيكون اوف، وساعتها الدايت الثاني هيكون اوف. طب ما ساعتها دي 10 فولت، طب ما النقطه دي جهدها هي النقطه دي، فبالتالي الفي نوت بقت ب10 فولت، 10 فولت ده 1 ولا 0؟ 1 تمام، فساعتها هيرجع لي 1 تمام. فهمنا الفرق ما بين الاور جيتس والاند جيتس وليه ده بيحصل، وفهمناهم بالدايتس. هو بس كده لحد كده، خلاص كده لحد النهارده. بس اهم حاجه في الاور جيتس والاند جيتس يعني يكونوا واضحين، مفيش في اي حاجه مشاكل. هو يعني لو هي مثلا الشكل ده مثلا، لو مثلا لو هنشوفها على الشكل ده بعيدا عن الشكل الثاني، ده هنا مثلا 10 تمام، فالنقطه دي النقطه دي 10 والنقطه دي بصفر، فالدايت اون، دي بصفر ودي بصفر الدايت اوف. طب دي مثلا دي ب10 ودي ب10 الدايت اوف، طب دي ب10 ودي بصفر الدايت اون تمام. نشوفها مثلا حاله حاله لما يكون اون ايه اللي بيحصل، يعني مثلا في الاور جيت مثلا، دي الاور جيت اهو، إيه لما كان مثلا ده ب 10 فولت والدايت ده كان اون،
خلاص الفي نوت بتساوي كام؟ بتساوي العشرة ناقص الجهد اللي انا استهلكته في البارير بوتنشال اللي هي 7 من 10، يبقى الفي نوت ب 9.3 من 10. 9.3 من 10 اكبر من 5 فبالتالي 1. ده مرجع لي كده الدايكون. تمام. طب لو افترضنا دي كمان كانت 1، يعني مش هتفرق، خير وبركه، كان عندي برانش واحد بقى عندي برانشين، كل واحد منهم بيساوي الفي نوت، بيساوي كل واحد منهم برده بيساوي 9.3 من 10. تمام كده. تمام، دي الاور جيت، اظن ان مفيش فيها اي مشكله. الاند جيت لما تكون دي ب 10 فولت وعندي هنا بطاريه برده 10 فولت، ايه اللي هيحصل لما تكون دي ب 10 ودي ب 10؟ يبقى فرق الجهد على الدايت بصفر، يبقى وانا كان لازم يكون 7 من 10 على الاقل. تمام، فبالتالي الدايت ده هيكون اوف. تمام. طب بالنسبه لي هنا كانت 0 فولت وهنا 10، فالدايت ده كان قلنا عادي فشلته وحطيت مكانه بطاريه 7 من 10. تمام، يبقى الفي نوت بيتساوي الفي البرانش ده بيساوي 7 من 10. تمام كده. تمام، لو دي 1 ودي 1 ايه اللي هيحصل؟ دي 10 فولت ودي 10 فولت، يبقى الدايت ده هيكون اوف والدايت ده هيكون اوف هو كمان. تمام، الدايتين هيكونوا اوف. تمام، يبقى ال 10 فولت كلهم هيروحوا هنا عند الفي نوت، يبقى عند الفي نوت بكام؟ ب 10 فولت. تمام، 10 فولت ده اكبر من 5 يبقى برجع لي الواحد. يبقى كده الاند جيت عشان يرجع لي الواحد لازم ادي له فولتج من 2 انبوتس، كل انبوت منهم يجي له الايه 10 فولت او يجي له اون او يكون واحد. تمام، عشان يقدر يرجع لي الواحد. بس كده مش اخر. فعشان كده مثلا لما نعوز نتعامل معاه مثلا في الرام او في الميموري او ايا كان بتكون بالاند والاور جيت، ادي له اشاره ارجع له اشاره، ادخل له اشارتين واحده منهم اون والثانيه اوف وهي كانت اور جيت فيرجعها لي اون، وهكذا بقى. الموضوع طبعا بيبقى معقد اكتر من كده بكتير، بس يعني اللوجيك جيتس هي الفكره يعني الاساسيه لكل حاجه. وبس كده. في حد عنده يسأل؟ اي سؤال في اللي فات؟ في اي حاجه نشرحها؟ في الاند جيت لو كانت اقل من 10 الجهد اللي تحت ايه؟ لو كانت مختلفه مع اي انزل انزل اي في الاند جيت. اطلع بقى هنا عايز دي ولا دي؟ اي حاجه دي او دي المهم يعني. لا ايوه ماشي. لو كانت اللي تحت دي مثلا مش 10 اي رقم ثاني. تمام، ايا كان رقم ثاني لو اكتر من 5 فولت عادي مش هتفرق. يعني وانا بنطارح بص بص اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، في اول في حاجه اصلا في الاند جيت، في شرط في الاند جيت ان ان ده البطاريه اللي هنا، البطاريه اللي انا هوصلها لازم يكون جهدها اعلى من 5 فولت. ليه؟ عشان تكون اون اصلا، عشان اقدر اتحكم في الاون والاوف. اصل انت لو حطيت لي هنا 4 فولت ماشي، يبقى انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. هو هنا 4 فولت ما كانش تفرق، ده الشرط الاول. الشرط الثاني ان البطاريه اللي انت تحطها هنا قيمتها بتساوي الاشاره اللي انت هتدخلها. يعني ما ينفعش تحط هنا مثلا بطاريه 7 فولت وتحط لي هنا تحط لنا انبوت 10 فولت، لا ما ينفعش. هنا 7 وهنا 7 ما يفرقش عادي. تمام قشطه، انت كده في السليم. اكتر من 5 وبيساوي بعض تمام. ونفس الكلام في تمام، ده بالنسبه للاند جيتس يعني. وبالنسبه لنفس الكلام بالنسبه للانبوت الثاني، ما ينفعش ده مثلا يكون 7 وهنا مثلا 10. ازاي؟ مش هينفع. ليه مش هينفع؟ سبب صغير قوي يعني بعيد عن كل حاجه، هو مش البرانش ده توازي مع البرانش ده، فبالتالي لازم يكون جهد ده بيساوي جهد ده. فانت ازاي تقول لي هنا بيساوي 10 ناقص 7 من 10 9 و3 وهنا بتساوي 7 ناقص 7 من 10 6 و3؟ طب ازاي مع ان الاثنين توازي المفروض يكون لهم نفس الجهد؟ فده منطقيا مش هينفع. تمام كده؟ تمام. بس مش كده، في اي سؤال تاني؟ هاي حاجه تانية يا جماعه؟ جزاكم الله خيرا يا باشمهندس، جزاكم الله خيرا. شكرا ليك. العفو يا جماعه. ان شاء الله بكره بقى هنشرح، هنكمل، هناخد الهاف ويف والفول ويف ريكتفاير، وهناخد الدات ابلكيشنز الكليبرز بقى والكليمبرز، وهنبدا في الترانزستور، وهنسيب اخر جزء في الترانزستور. الساعه 4 برضه ان شاء الله. الساعه 4 ان شاء الله. تمام.